خلاص قضيتوا سواليف كله تمام؟ الحمد لله. ما عاد في شيء خلاص؟ ولو بتقعدوا تسولفون بعد كيفكم؟ انا ما عندي مشكله والله. لا ابد. كله تمام؟ ماشي، الله يعطيكم العافيه. على بركة الله نقول بسم الله نبدأ وعليه نتوكل في هذه الحلقة اللي راح نكون موجودين معاكم على مدى ساعتين إن شاء الله مناقشين ومفصلين أبرز الأحداث الرياضية اعتبارا أو حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. دعوني أعرفكم أولا على شركائي في البرنامج الأساتذة الأعزاء مساعد العصيمي وعادل عصام الدين، على يميني حسين الشريف فيصل الجفن اللي من دخلنا الاستوديو الى الان وهم لوك 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 سواليف سواليف ما سكتوا ما شاء الله عليهم ابدا، وعلى يساري احمد العقيل وسالم العثمان. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. سلم على العمد اول شيء، العمد الاثنين واحمد يسيك الله يمسيك بالنور. يا هلا، خلهم يغردون يا اخي. يا هلا، جوز كناري. يا هلا، حياك الله يا ابو لما. هلا والله، هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. طيب الله يمسيكم بالخير، حياكم الله يا شباب. يا هلا وسهلا. مواقع التواصل الاجتماعي عندنا القنوات السعودية الرياضية على تويتر، وبالإضافة إلى هاشتاق الدوانية الذي سيظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقة. بإمكانك أن تطرح سؤالك للضيوف وتقول ما تريد، وإن شاء الله تعالى بنحاول قدر المستطاع أن نجاوب على تساؤلاتكم أو طرح النقاط الخاصة فيكم. أبرز الأحداث الرياضية من نهاية حلقة الأمس حتى بداية حلقة اليوم في الأخبار. تغلب فريق الهلال على ضيفه شار خودرو الإيراني بهدفين دون رد، فيما تعادل الأهلي السعودي مع نظيره الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020. تستكمل مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2020 في دوري المجموعات غدا الثلاثاء بمواجهتين للأندية السعودية، تجمع الشارقة الإماراتي بضيفه التعاون السعودي، بينما يستضيف النصر السعودي فريق السد القطري. انطلقت اليوم منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء وحيد خسر فيه الاتحاد من أمام ضيفه ضمك. أعلن نادي الفيصلي غياب خالد الغمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أسابيع بعد أن أثبتت الفحوص الطبية التي أجريت له تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ من الدرجة الأولى وحاجته للعلاج والتأهيل. رفع الرباع السعودي محمود آل حميد من حصيلة الأخضر في بطولة التضامن الدولية لرفع الأثقال والمقام بالعاصمة الأوزبكية طشقند إلى 7 ميداليات بعد انتزاعه فضية الخطف وبرونزيتين بالنتر والمجموع ضمن منافسات وزن 73 كيلوغرام. نال المنتخب السعودي للمبارزة فضية سلاح المبارزة إيباي للفرق اليوم الاثنين عبر اللاعبات ندى عابد وفوزية الخيبري ومشاعل الخيال ولما الفوزان في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات بالشارقة. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات انضباطية اتجاه عدد من اللاعبين والأندية، جاء أبرزها تغريم أندية الفتح والشباب والتعاون للتأخر في النزول إلى الشوط الثاني من المباراة، فيما تم تغريم لاعبي النصر جوليانو ومايكون ولاعب الأهلي يوسف بليلي لتغيبهم عن منطقة الفلاش انترفيو. حياكم الله من جديد. اليوم في دوري أبطال آسيا المحترفين انطلقت الجولة الأولى من هذه المسابقة. في أولى مواجهات الهلال استطاع أن يتغلب على شهر خودر الإيراني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة اللي جمعتهم في دبي. دعونا نتعرف معكم على جزء من هذه التفاصيل في هذا التقرير. على استاد زعبيل في مدينة دبي استضاف فريق الهلال فريق شهر خودرو الإيراني. بداية المباراة والزعيم يحاصر فريق شهر خودرو في مناطقه ويشن الهجمات محاولا إحراز أول الأهداف، إلا أن القوائم الثلاث كانت تمنع الهلال من التسجيل. الهلال لم يتوقف عن تهديد شباك شهر خودرو حتى قبل نهاية الشوط الأول بدقائق بتمريرة من سالم الدوسري للبيروفي كاريلو الذي يضعها في الشباك معلنا أولى الأهداف الزرقاء بعد أن أتم سيطرته على مجريات الشوط الأول بالكامل. الشوط الثاني
هو استمرار لما بدأه الزعيم من سيطرة من خلال التمريرات العرضية واللعب من عمق الملعب، محاولا إضافة الهدف الثاني. كيريلو صاحب الهدف الأول، يعبر دفاع شهر خودرو الإيراني ويضع الكرة بين أقدام الفرنسي بافيتيمبي غوميز ليحرز الهدف الثاني، وبداية رحلة جديدة لهداف البطولة غوميز من جديد. الزعيم يكمل سيطرته في البطولة الآسيوية ويواصل الانتصارات ويحصد أول 3 نقاط متصدرا بها المجموعة الثانية. مبروك للهلال، وإن شاء الله تعالى القادم بإذن الله تعالى سيكون أفضل في استمرار للدفاع عن اللقب، بالإضافة إلى الأهلي والنصر والتعاون اللي ننتظر إن شاء الله تعالى ننتظر منهم أيضا مشاركة إيجابية وفاعلة في هذه البطولة. أبو أحمد، كيف تابعت الهلال اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك أبو زياد ومسي عليك الله يحييك الكرام على المشاهدين. الحقيقة أنا شفت المباراة، لكن في شيء غريب في المباراة اليوم أنا ملاحظ. اللي هو؟ اولا قبل ان نذكر الشيء الغريب، انه مستوى الفريق الايراني كان اقل ما يقال عنه، متواضع جدا جدا مستوى الفريق الايراني، حتى انه بناء للهجوم كان يعني تحس انه بطيء. انا ما شفت يعني حتى فريق يلعب في اسيا بالدرجه بالشكل هذا، ما فيه بناء للهجوم بطيء الى درجه انه الظهير اللي كان في اخر هجمه يستطيع انه يرجع مثلا زي الشهران يرجع ويغطي وذا، والفريق لسه ما تحرك الايراني. هذا جانب. الجانب الثاني اللي اشوف الشيء الغريب، انه الهلال اللي قاعد يصير اليوم، هل هي استراتيجية أم أنه هم عارفين وش الفريق اللي أمامهم وأرادوا أنهم يستمتعوا يفوزوا بأقل جهد؟ أنا أشوف لا مبالاة بشكل كبير يعني داخل منطقة الجزاء، إلى درجة أنه كل واحد إيش كان يقول للثاني تفضل، يعني 4 كور و5 كور، حتى أنه معلق المباراة اليوم شفنا اللي هو يعني كان محايد معلق المباراة، انه حتى استفزه الامر الى درجة انه اعلنها صريحة، قال انه فيه في طريقة لعب الهلال شيء مزعج جدا. وانا اتمنى انه مثل ادارة الكرة او المدرب انه يسترجع مثل هذا الشيء. شفنا اليوم الى درجة انه اللاعب يكون امام المرمى ويرجع، نعم يكون طريقة لعب. المكسب الأكبر اللي شفته أنا من المباراة أنه الظهير اليمين اللي لعب اليوم مدلل العليان كان قيمة الحقيقة، يعني تحس أنه الإمكانيات يعني عفوا أنت نقدك على الهلال ولا على الفريق الإيراني؟ لا على الهلال. على الهلال. الفريق الإيراني واضح أنه كان متواضع جدا متواضع جدا، وتبي تعرف الفريق الجيد يعني ممكن أنت تكون الفريق اللي قدامك مستحوذ وأفضل هجوم وذا، لكنه لما يستلم الكرة كيف يطلع؟ نعم كان يعني إلى درجة أنه كان من درجة الضعف أنه تحصل له فرص أنه يمررها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ما كان يستطيع. أنا يعني الفريق هذا هل هي صدمة المباراة الأولى؟ هل هذا هو مستواه بشكل عام؟ أنا اللي أعرفه أنه الفريق جديد حتى تأسيسا، صح. غير ذلك اللي أنا أشوفه في مباراة اليوم أنه ما كان الفريق كأنه يلعب مناورة، فريق الهلال في طريقة استعراضية غريبة. أنت تلعب مباراة هي مباراة بشكل، عندك مكسب أنك تسجل أكبر عدد من الأهداف، ليش تمنع نفسك بالشكل هذا؟ شفنا اليوم عملية استعراض إلى درجة أنه يعني تخيل أنه غوميز يطالع اللاعب ويلعب الكرة كعب وهو إيش؟ طيب إيه بس أبو أحمد الفريق هذا جاي من ملحق، يعني أكيد بيكون مستوى كذا. أنا أشوف صحيح وأنا أتفق معك، جاي من ملحق سالم. هو أطاح بالسيلية القطري وقبلها الرفاع البحريني، أكيد بيكون ضعيف. صحيح، بس إنه مو أنا أقصد الفريق الهلالي، إلى هو تعامل الهلال مع المباراة مع فريق إلى درجة إنه في تباعد في دفاع وفي يعني يعطيك فرصة. نعم. مثلا الشوط الأول تنهي بطريقة ممتازة. على أساس إنه جاء ملحق السد القطري في 2011 جاء ملحق جابك أساسه. أي لا بس هو يعني أول ملحق مرتبط بتأسيس النادي، تأسيس يعني فترة جديدة وحتى لعيب. تأكيد الكلام سالم، ترى حتى اللاعبين شوف العمري المتوسط العمري فوق 34 و35. صحيح. طيب أبو لما على المستوى الشخصي، هل الهلال تعتقد الآن ينظر لهذه البطولة هذه النسخة تحديدا على أنه هو الفريق البطل اللي حقق النسخة السابقة ومؤهل بشكل كبير أنه يحقق نفس النسخة الحالية، ولا تشعر بأنه اللاعبين يشعرون أيضا بداخلهم بأنه يعني بداية جديدة تحتاج أيضا إلى عمل زي ما كان في فترة سابقة وأكبر؟ لا بالعكس، بداية أنا أقول كثر خيرهم، هو نفس الهلال، الهلال الممتع الجميل، صح مو مستوى بقية المباريات، لكنه أنا أشوف حظ الهلال طيب أنه لعب مع شهر خودرة،
المركز الخامس في إيران ضعيف، نادي غير يعني ما هو لا في مستوى، يعني شوف بيرسبوليس هذا اللي في مجموعة التعاون هذا الأول الآن، عندك مع النصر سبهان الثاني بعدين، وعندك الاستقلال أيضا متقدمين كثير على الفريق هذا، الفرق هذيك أفضل مشهورة معروفة خاصة بالنسبة لبيرسبوليس وسبهان لكن والاستقلال، بس الاستقلال المركز الثالث يعني بعيد شوي أو الرابع. لكن يا أخي أنت، أنا في مناسبة زي هذه أو منافسة زي هذه في أولى مباريات بطل أبطال آسيا، أنت تنزعج أو تخاف أكثر شيء على الطاقة المعنوية للفريق أو النفسية. بالعكس أنا أشوف الهلال كان جيد عطفا على مستوى المنافس. لا تنسى الهلال عنده أيضا حسابات أخرى، مباريات الدوري مهمة جدا يتصدر. أنا أشوف أن الفوز كان مريح بأقل جهد، يعني بأقل جهد، وبعدين أيضا الفريق صحيح مكتمل متقارنه مثلا بالأهلي، لكن أنا أشوف فوز جدا ممتاز. طبعا مع التقدير يعني أمكن أيدك على الملاحظات الفنية اللي قلتها، وهذا شيء يعني أكيد يعني المدرب يحسب حسابه، واللاعبين أيضا أكيد في الدوري حيكون وضعه صحيح. سالم أحمد على هاشتاق الدواني يقول لك الهلال أخذ المباراة بأقل مجهود وكسب 3 نقاط وهي الأهم. بنروح لتقرير الأهلي وسنربط معها أيضا مباراة الهلال أيضا والفريق الإيراني، وسنتحدث أيضا بشكل مفصل عن الفريقين اليوم، وعندنا أيضا محور رئيسي وعندنا مداخلة هاتفية من رجل أهلاوي، ورح نأخذ إن شاء الله تفاصيل كثيرة. في أول مباريات أيضا في دوري أبطال آسيا تعادل الأهلي أمام فريق الوحدة الإماراتي، اللي الحقيقة الأهلي عكس كل التوقعات، الكل كان يتوقع بأن الأهلي ربما تكون هذه المباراة بالنسبة له صعبة كمستوى وكنتيجة وراح يرجع خسران، لكن الحمد لله رجال الأهلي ما قصروا، قدموا مباراة جيدة وخذوا نقطة من الإمارات. دعونا نتعرف على هذا التقرير ونرجع. تعادل اليوم الأهلي مع الوحدة الإماراتي بهدف لهدف في افتتاح مواجهة المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا. دخل الفريقان برغبة الفوز وتسجيل انطلاقة قوية في البطولة، ومع انطلاقة الشوط الأول بحث الأهلي عن التسجيل مبكراً، لكن لم يكتب لمحاولته النجاح. وبالرغم من السيطرة الأهلاوية، إلا أن الوحدة شكل خطورة وحاول تهديد مرمى ياسر المسيليم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني تناوب الفريقان في السيطرة على مجريات المباراة بأفضلية للأهلي، الذي استطاع تسجيل الهدف الأول عن طريق عبد الفتاح عسيري في الدقيقة 60، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل الوحدة الإماراتي هدف التعادل عن طريق تشانغ وريم، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لهدف، ويتقسم الفريقان نقاط المباراة. طيب هذا كان تقرير الأهلي. أبو خالد شفت الأهلي اليوم؟ إيه تابعنا المباراة. أعتقد أن الأهلي يعني اليوم قدم نفسه بشكل جيد، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أنها مباراة أولى في المجموعة أمام فريق يعني ربما يكون في مستوى الأهلي من ناحية الخبرة في المشاركات الآسيوية، بالإضافة لظروف الفريق. الأهلي اليوم يشارك في ظل غياب مجموعة كبيرة من المجموعة المؤثرة في الفريق مثل عمر السومة ومديسوزا والبلايلي، يعني الأهلي اليوم شارك بتقريبا لاعب أجنبي واحد، ومشاركة العنصر المحلي كانت متميزة، حتى وإن كان بعض اللعيبة زي أبو شرارة يشارك لأول مرة، معتز الموسى لأول مرة يشارك بداية المباراة، يعني كان الأهلي إلى الدقيقة 90 كان يستحق الفوز أو كان يستحق فوز المباراة، بالتالي أتصور عودة بنقطة إيجابية للأهلي. لكن عطفا على مستوى المباراة كان يفترض الأهلي يكسب المباراة، يعني فرصة كانت الأهلي أن يوثق أول خطوة له في البطولة الآسيوية بفوز قد يكون مريح، لأنه قد تواجه في الدور الثاني في حسم المجموعات صعوبة المنافسة، فبالتالي كانت المباراة للأهلي قريبة جدا من تحقيق الفوز. لكن بشكل عام الأهلي قدم أمام الوحدة ولم يقدمهم في مباراة الدوري. ربما أرجع في نقطة مهمة جدا، إن
الربع الساعة اللي لعبها أمام الاتفاق والروح اللي استطاع أن يكسب فيها المباراة أثرت حتى على مباراة اليوم. الأهلي كان لاعب اليوم بروح عالية، كان اللي شاهد المباراة يشعر أن الأهلي ما عنده نقص من العناصر. نعم. كان المباراة كأنها في جدة، كان يؤدي بشكل مريح، كان يعني يستحق كما ذكرت الفوز. أنا شخصيا ربما أمس كنت أتوقع صعوبة مباراة الأهلي مع الوحدة الإماراتي. صحيح صحيح، أتوقع طلع صحيح، لكن الأهلي قدم نفسه بشكل ممتاز جدا. ممتاز. وش طاح؟ جوال. لا كليجة ولا معمول؟ معمول. تقدر تجيبها أستاذ سالم؟ صعب القومة؟ أيوه. أقوم أنا؟ لا الله يسلمك. بالله عليك. لا أقوم أنا أجيبها؟ كلنا صعب. أبو عبد العزيز. أول شيء مسي عليك على الإخوان. بالنسبة للبطولة الآسيوية، أنا أشوف أن هذه البطولة هي أشرس وأصعب بطولة، حيث أن البطل حقها بيشارك في بطولتين عالميات، الأولى اللي بتكون في ديسمبر في قطر، والثانية اللي في شهر 6 في الصين بمشاركة 24 فريق. ما حد رايح الصين. فهذه لا عاد وقتها إن شاء الله. لكن الكلام أن هذه أشرس بطولة، أنها تعطي البطل فرصة للمشاركة مرتين في كأس العالم. بالنسبة للمجموعات، أنا أشوف أن الفرق السعودية كلها مؤهلة للوصول إلى الدور 16 نظرا للفوارق الفنية الكبيرة اللي تملكها الفرق السعودية. كان العتب حق أبو أحمد واضح وموجود في الجانب الهلالي، واضح على إهدار الفرص، وإهدار الفرص هذا موجود حتى في الدوري. يعني الهلال هذه الميزة أو هذه الخاصية موجودة في الهلال حتى في الدوري، أنه يهدر فرص كثير يسجل وكذا، لكن عنده ضياع الفرص. حتى اليوم المدرب بعد المباراة قال نفس الكلام، قال أني أتضايق من كثرة إضاعة الفرص، بصرف النظر عن أن الفريق الثاني قوي أو مو قوي، الهلال أكثر فريق يهدر فرص سواء في الدوري أو في آسيا. أنا أشوف أن كل الفرق السعودية قادرة على وصول دور 16. أكبر مثال عندنا النصر العام الماضي بالرديف أو بالبدلاء استطاع أن يصل إلى دور 16 مع أنها مجموعة صعبة. المجموعات الأندية السعودية بأمانة فنيا أكثر بكثير من الأندية المقاربة لها في المجموعات. يمكن مجموعة النصر تكون أصعب بحيث أن فيها السد والعين، لكن النصر قادر إن شاء الله بالكوكبة النجوم اللي عنده أن يعدي هالمرحلة ونشوف أربع فرق في دور 16. الأهلي اليوم استمرار للتذبذب الكبير في مستواه. الأهلي يوم يلعب تقول الأهلي بينافس على الدوري، ويوم يلعب تقول إن شاء الله أنه ما يخسر المباراة هذه، رغم وجود إمكانيات كبيرة فنية عنده، إلا أنه لا زال مستواه غير الثابت، أمر محير لجمهوره لإعلامه حتى لمسيرين النادي. الأهلي ما هو ثابت، يفوز على فريق ويقدم مباراة كبيرة ويجي المباراة اللي بعدها. يعني اليوم قدم مباراة جدا مميزة مع الوحدة الإماراتي، والوحدة الإماراتي ينافس في الدوري الإماراتي وفريق ثقيل. مباراته يوم الجمعة الجاية مع الوحدة السعودي في مكة قد يخسرها، مع كامل الاحترام. صحيح أن الوحدة فريق مميز ويقدم موسم استثنائي السنة هذه، لكن الأهلي قد يظهر بمستوى متواضع في المباراة الجاية ويخسر المباراة. ليش؟ لأن ما في ثبات في المستوى عند النادي الأهلي، وهذه مشكلة النادي الأهلي من بداية الموسم، أنه أيوة. لا تتنبأ بما سيفعل. شوف على هاشتاق الدوانية علي الغليس يقول الهلال تقولون فوزه مو مقنع، والأهلي متعادل وتقولون مقنع. لا ما قلنا مو مقنع، قلنا ممكن توضيح. الهلال فريق قوي وثقيل، وما ومرحلة المجموعات مرحلة وقت معه، لكن اليوم هو استمرار لمسلسل كثرة إضاعة الفرص. لا إضافة لها أبو عبد العزيز، اليوم الهلال كثرة إضاعة فرص، كان في استعراض من اللاعبين يعني بشكل مبالغ فيه، أكثر من إضاعة الفرص موجودة في الهلال زي ما ذكرت في مباراة كذا، لكن مي بالطريقة اللي حصلت اليوم. يعني كان فيها يعني كانها العمليه صحيح. ايش بس ابو احمد الفريق ما انا اشوف من حق الهلال يعني لا بس ما يا اخي تعبط يا طيب تسجل يا سالم تسجل اكثر اللي قدامك سيء سجل ما يعطيك فرصه انك تلعب طيب خلينا نسمع من فيصل جثن بسم الله الرحمن الرحيم انا اقول في كره القدم في مباريات قويه مباريات ضعيفه الفريق اللي اليوم كان ضعيف الفريق الايراني مو مطلوب من اللاعبين شهر خودر الايراني هو أعتقد أول مشاركة وتاهل من الملحق وفريق جديد فكل هذه الظروف اجتمعت فيه يعني اللاعبين ترى يعني يقسون الفريق المقابل لهم قبل ما تبدأ المباراة فيكون شو أنا أسميها لك يعني أهمية المباراة وقوة المباراة
تضح في أرض الملعب، يعني لما ينزلون اللاعبين ويكون فيها قسم مباراة فيصل يعني يضمنونها. لا كان فريق سهل يا ابو واحد يعني كان سهل يعني سجلوا اثنين وضيعوا يمكن 10 اهداف. هذا اللي ضيعوا، هذا طبيعي يعني في كرة قدم لابد انك تضيع. هو الغريب لما يكون ضعيف ولا تصل ما تطلع هجمات، هنا تلام تكتيكيا. لكن لما تكون 90 دقيقة تقريبا 80 دقيقة في ملعب الفريق الإيراني لا كثر خيرهم بأقل الظروف. انا اقول لما يكون فريق قوي اقدر الومه، اقول تضيع فرص استهتار، وطبعا وراكم على راسي انا، هذا مجرد وجهة نظر متواضعة. بالنسبة للأهلي أنا أمشي مع أحمد، الأهلي المفروض أنه أفضل من اللي قاعد يصير بكثير، يعني مستوى فني لاعبين محليين مستعداد لك يمكن ينافسون الهلال أو أكثر، سواء اللي في الملعب أو في الدكة. سلمان المؤشر الموسم الماضي يعني وصل فيه أنه يطلع من المنظومة الأهلوية، اليوم هو أفضل لاعبين الأهلي، مقهوي واحد من أفضل لاعبين المملكة في هذا المركز. عبد الفتاح حسيري الهدف اللي سجله اليوم ينمو انه لاعب او ينبئ بانه لاعب، لكن تشعر انه ما في تلاحم في الاهلي، يعني ما في الروح اللي احنا نشوفها في الانديه. الروح ترى انت كمشجع تبين في ارض الملعب بين اللاعبين، حرصهم على بعض، توجيهاتهم في ارض الملعب. دائما الناس بعض المدربين الكبار يقول انا لابد يكون في مدرب في ارض الملعب، هو نفس المدرب يبحث عن لاعب عنده الكاريزما، مثلا في الاتحاد كريم الأحمدي، في الهلال رادوي، في النصر بتروس. هذا الكاريزما قيادة قتالية، يعني كل ما ينزل الرتم تشعر انهم يعني يصحونك من جديد. الاهلي ما في، ماني شايف الان ما في. والاهلي كان يشتكي والهلال قلت لك رادوي. لا اتكلم عن الحين، اسف ادواردو رادوي ما كان اقبل، اتكلم عن الحين ادواردو. أنا قلت رادوي بالغلط، إدواردو ثلاث سنوات الأخيرة وهو يعني مبين الشخصية القيادية فيه. الأهلي ترى لو تتذكر أبو زياد من أيام تيسير الجاسم والأهلوين يشتكون أنه ما في القائد اللي في أرض الملعب، وتيسير في برود ما يساعد الأهلوين أنهم يطلعون. أعتقد أسامة هوساوي فترة كان هو أي أسامة يوم كان في الأهلي، أي أسامة هوساوي كان هو يمثل القائد الحقيقي للأهلي في 2016 يعني، وكان أقرب اليوم مع الوحدة الإماراتي. ما نسيت الوحدة الإماراتي تقريبا لاعبين كبير من المنتخب الإماراتي الأساسي موجودين في الوحدة الإماراتي. نعم، أولهم تيجالي اللاعب الإماراتي الجديد، لاعب منتخب الإمارات ولاعب مؤثر من أيام ما كان في الشباب، الأربع سنوات اللي في الوحدة الإماراتي والخمس سنوات كل سنة أفضل من السنة اللي قبلها. ففريق يعني مو فريق اللي تستهين فيه، يعني النتيجة 0-0 أو 1-1 أو التعادل بالمجمل. طيب يعتبر زين. العطوي يقول لكم في هاشتاق الدوانية: من غير المعقول عدم الإنصاف والهجوم الغريب على فريق الهلال بسبب ضياع الفرص، لكن ما تطرقتوا للفوز مهما كان فريق وطن، ما هجم برامج اخرى احتفلت بفوزه وانتم تهاجمونه. عجيب، ما هاجمناه. احنا نقيس يا ابو زياد، احنا ما هاجمناه. مو انا يا ابو زياد، لا العطوي مو انا. طيب ابو زياد قل للعطوي، قل للعطوي يا ابو زياد. انا احتفلت، انت احتفلت، كلنا احتفلنا. بعد الزميل العطوي يمسي عليه بالخير، لكن اقول له ما نقول لك اللي صار اليوم في شيء. يمكن فيصل جاب بعض الشيء انه الهلاليين عارفين الفريق وبنظره استعراض، ما يصلح. انت المباراه يعني جاك الفرصه تضرب بقوه يا اخي، هذا اللي نقصده. يمكن من مقياسك انت تقول قلبوها استعراض لانك انت قاعد تشوف وتتابع، لكن اللاعبين لو تسالهم يقول لك احنا ما قلبناها استعراض. لا واضح حصل، اللي حصل في منطقه الجزاء، اللي حصل في منطقه الجزاء استعراض كبير من المدرب. يعني مستكثرين على الهلال يستعرضوا مباراه واحده. لا المدرب بدايه موسم، بدايه مسابقه، فريق يعني بان على الهلال هذا اليوم فريق مرتاح، يعني ما في ضغط عليه. إيه هذه وقاعد يقدم نفسه هذا في نفس الوقت الفريق الخصم يعرف انه يلعب قدام بطل اسيا. ايوه هناك فرق كبير زي ما قال فيصل. حتى من الاستعراض جلوا في الكعبات، جلوها في ال 18. ابو عبد الله انا وين حتروح انت ما بين الاهلي والهلال؟ اتكلم على الهلال اليوم صراحه اطمن على مجموعته انه بيصير المركز الاول بظل المستويات اللي اليوم شفناها للفريق الإيراني. صراحة كانوا يلعب مباريات ودية أو كانوا يلعب تمرين. أنا من وجهة نظري الهلال الحين بيلتفت لمباريات الدوري أكثر من آسيا صراحة. ليه؟ خلاص اطمن لأنه بيصير الأول بالمجموعة. باقي فريقين لسه، تو أول مباراة. إلا ابن حلال والله.
لا مو صحيح. خلينا نسمع وجهه نظر ابو عبد الله. معلش معلش خلينا نسمع وجهه نظر. اعطوا عبد الله فرصه. اليوم لعب اهلي الامارات ولعب بختكر. طيب وش شفت المستويات اللي نعم فاز بختكر 1-0. اي طيب شوف المستويات يعني مثل مستوى الهلال مستحيل الهلال بيصير الاول صاير الاول مجرد وقت. الله يسمع منك. إيه اوكي اتوقع يعني اقول لك على اساس كذا انه اطمن يوم اقول لك اطمن على المجموعه حق اللي يلعب فيها خلاص بيركز على الدوري. بس مباريات الذهاب والاياب وانت ابخص مني وكنت قريب من النصر وتشتغل في النصر وتعرف مباريات الذهاب والاياب تحكمها امور كثيره. يا ابو زياد الهلال كسر حاجز اسيا. أوكي. حقق الآسيا العام كسر ذا الحاجز خلاص الحين ما في رهبة ولا خوف من آسيا خذ ما في عمي ما في عدد القلق اللي كان موجود أول إيه؟ فوارق فنية كبيرة بين الهلال والمنافسين هذا الكلام على ورق إيه؟ الهلال خلنا واقعيين والآن أنا أقول الهلال والنصر طيب واصلين دور 16 أكيد الأهلي والتعاون هم اللي فيهم ما يخالف عبر الهاتف أربط الاتصال مع المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز. سمو الأمير مساء الخير. هلا مسك بالنور حياك الله. اهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا يا امير. حياك الله هلا وسهلا. الله يبارك فيك. احنا اليوم ضيوف الديوانيه عندنا كلهم يقول لك الاهلي رغم يعني المشاكل اللي تعرض لها في فتره سابقه والغيابات الفنيه اللي موجوده الا انه صراحه كثر خيرهم اللي طلعوا بتعادل ايجابي. انت وش تقول يا امير؟ انا اقول احنا ببركه الله بس ماشيين ترى والله افا يعني بركه من الله التغييرات هذه اللي قاعده تحصل المدرب التخبيص هذا واداره الكره والله ماشيين بس بالحظ يعني من الله بس الله سبحانه وتعالى يمكن مسهلها معنا. انت سمو الامير مش راضي على عمل المدرب على الاقل؟ والله انا ماني راضي لا على عمل المدرب ولا على اداره الكره صراحه. مش راضي عنهم؟ لا. حتى بعد التغيير بعد تغيير الرئيس؟ لا 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 ما يستغير الرئيس، الرئيس راح بخير وشر وانتهى موضوعه، لكن انا اكلمك عن اداره الكره المدير التنفيذي احمد بامعوضه. نعم. يعني انا اعتقد انه يتحمل مع المدرب جزء كبير من الاشياء اللي قاعده تحصل الان في الفريق. اها، واللاعبين سمو الامير؟ يا اخوي اللاعبين ما لهم دم، اللاعبين هم يختارون هم يلعبون، طبعا اكيد في لاعبين مستواهم هابط. وبنحاسبهم بعدين مستقبل ان شاء الله بعد ما تستلم الاداره الجديده ان شاء الله. نعم. يكون في حساب يعني طبعا مع اي واحد مستهتر بالكيان طبعا حيحاسب. طيب سمو الامير انت وين شايف الاهلي رايح هذا الموسم؟ في ظل كل الظروف اللي قاعد تتكلم عنها، وين رايح الاهلي؟ والله يا اخي ما يعلم فينا الا الله صراحه. الشيء اللي قاعد يحصل شيء لا يصدق العقل يا رجل. يعني هذه التغييرات اللي شفتها اليوم يعني تسحب مهاجمين وتنزل أظهرة يعني وحتى فرغ يعني احنا نلعب محور واحد يعني المفروض يلعب محاور يعني عندك محور زي نوع أساسي لاعب في المنتخب أساسي تحط تخليه على الخط. نعم. طيب سمو الأمير معلش أنت لما تكلمت على الأستاذ أحمد بامعوضة لك مغزى من هذا الموضوع تربطه في موضوع جيانيني مثلا؟ جانين المعلومية الجميع جانيني راح ترى بدون إذني وبدون علمي يعني أنا المشرف على كرة القدم راح بدون علمي وأنا الحين أتساءل من أعطاه الإذن أنه يسافر؟ من أعطاه؟ أنت ما تدري يا أمير من أعطاه الإذن؟ لا ما أعرف. تضرر الأهلي اليوم من غيابه؟ أكيد كان ينقصنا مهاجم فز زي جانين. أها طيب انت شايف الصوره ضبابيه يا امير الان في المشهد الاهلاوي؟ لا لا بحاول الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا يخلف وعده. نبي نرجع لمستوانا الطبيعي وبيرجع الاهلي للمستوى اللي احنا ننشده بحول الله وقوته بس التغييرات ان شاء الله هي اللي بحاول احنا نفعل السبب والباقي ان شاء الله على الواحد الاحد ان شاء الله. ان شاء الله. سمو الامير المدرب باقي في الاهلي؟ والله شوف احنا طبعا انا ما اقدر اتخذ القرار ده الا ان يجي يستلم الرئيس الجديد بعد ما يستلم الاخ عبد الاله بنتناقش معه في الموضوع وان شاء الله نشوف اذا شفنا انه بقاؤه في صالح. طبعا انا تكلمنا معه ويبدو لي انه كلامنا ما اثر فيه. يعني الرجل يصر على قناعاته ويصر على مع انه وعدنا وما حصل يعني انا استغرب الان هل هذه التشكيله
او هذول اللاعبين في دكه الاحتياط، هل هذا الشيء يخدم المنتخب؟ يا اخي بعضه في المنتخب الاول في المنتخب الاولمبي. طيب سمو يعني الامير، معلش سمو الامير، لو يجي ممكن يجيك الحين مشجع اهلاوي يقول لك يا ابو وائل الله يطول عمرك، الفريق فايز اخر مباراه في الدوري واليوم جايب نتيجه ايجابيه، يعني المفروض ان تكون يعني النظره مختلفه على الاهلي الان على الاقل. والله شوف، والله انها بركه من الله. شوف هل هذا مستوى، هل هذا مستوى فريق يملك هذه الكميه من اللاعبين المميزين؟ انا قلت لك يعني والله بالحظ، والله بس من الله سبحانه وتعالى، احنا ماشيين بركه الله سبحانه وتعالى. طيب معلش سمو الأمير بسألك سؤال في غاية الأهمية، أنت صرحت قبل فترة كان لك تصريح قلت أنه جهاز كرة القدم أو كرة القدم في النادي خط أحمر صح؟ شوف خط أحمر، خط أحمر من العبث فيه يعني. الآن أنا في تفاهم بيني وبين الأخ عبد الإله طبعا في دار النا أنه يكون القرار طبعا القرار الرئيسي لي طبعا، وبعتشاور مع الأخ عبد الإله أصلاً يعني معلوميتك بدون تنسيق مع الأخ عبد الإله ما 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 ما, ما حيكون فيه نجاح صراحة. يعني عفواً سمو الأمير، يعني مثلاً الأستاذ عبد الله مؤمنة لو رأى بأنه مثال ها أنه جروس ما قاعد يمشي مع الفريق وقاعد يرتكب أخطاء وجبت إقالته لازم يرجع لك؟ والله شوف هي توافق بيننا طبعاً، فهمتني؟ احنا متوافقين، والاخ عبد الاله انا رشحته والجميع انا رشحته، فهمتني؟ وما اعتقد انه الاخ عبد الاله يعني بيخالف راي الجميع، الاخ عبد الاله كفاءه لا تخفيها وكفاءه اهلاويه وتهمه اهم شيء وتهمه مصلحه النادي اولا واخيرا. صحيح صحيح. احنا ان شاء الله بحكم الله وقوته متفقين، وانا اطمن جمهور الاهلي الاخ عبد الاله وكان الاخ ياسر محروس نائب الرئيس والإدارة هذه يعني بحول الله متفاهمين إلى أبعد الحدود، وحيشوفون إن شاء الله بإذن الله في المستقبل الشيء اللي يرضيهم بحول الله وقوته. طيب سمو الأمير حتقيل أحمد بامعوضة من الفريق؟ أنا أقلته معلوميتك، أنا أقلته وكتبت خطاب للمدير التنفيذي أحمد نور. لا لا أنا أقصد بعد الرئاسة الجديدة أنا أتكلم الآن. يعني شوف بصراحة أي انا ماني مقتنع بادائه صراحه، لكن نشوف نتشاور احنا طبعا مع الاخ عبد الاله، واكيد طبعا احنا اهم شيء مصلحه الفريق. نعم ودك لان شوف صراحه الاخطاء اللي قاعده تحصل الحين، التجاوزات اللي قاعد يعملها احمد بامعوضه ما يقبلها انسان يعني مسؤول. مثل ايش سمو الامير التجاوزات؟ انا اقول لك العويس مثلا، ايوه صار عنده مشكلة في الرياض يعني وضع عائلي أو شيء زي كذا قبل فترة، تخيل أنه راح بدون أدي بدون ما أعرف أصلا، والآن مشكلة جانيني ما أعرف إيش طبعا إيش اللي حصل، سافر بدون علمي. طيب سمو الأمير وش قصة جانيني بالضبط يعني؟ والله ما أعرف، وقسم بالله ما أعرف، قالوا يقولون عنده بيت يعني يسافر وقت زي كذا الفريق بحاجته، كيف تسمح له؟ بعدين يعني لاعب محترف يتقاضى راتب ما هو سهل. نعم يعني طيب هذا عبث. طيب جانيني بيلحق المباراه الجايه في الدوري؟ والله ان شاء الله، انا سمعت انه جاء اي ان شاء الله يلحق، اتمنى انه يلحق ان شاء الله. ايوه طيب أسألك انا بالنسبه لي يمكن سؤال يعني قبل الاخير اذا سمحت، انا وعدتك ب 17 سؤال سمو الامير، معلش انت قلبك يتسع لكل شيء. ودك يرجع صالح محمدي مره ثانيه يدير الفريق فنيا؟ ودك انت على المستوى الشخصي؟ والله انه يعني بصراحه بالنسبه للوضع اللي حاصل اي والله مو انا حتى جمهور الاهلي يتمنى انه محمد يعود. طب لكن نبي نشوف احنا طبعا الان الاخ محمد يبنا ولدنا ولد النادي، ما يعني ما اعتقد انه حيرفض يرجع. طيب محمدي تهمه مصلحه النادي قبل اي شيء. صحيح، بس اللي افهمه منك سمو الامير الان بانه انت توجه رساله الان الى رئيس النادي الاستاذ عبد الله مؤمنه وتقول له ترى جهاز كره القدم هذا جهازي انا وانا من سيتصرف فيه. لا وارجعوا لي. شوف الجهاز طبعا، شوف انا قلت لك الاخ عبد الاله
ترى مختلف اختلاف كلي يعني الاخ عبد الله انا وياه متفاهمين على كل شيء فهمتني؟ نعم. ورأينا واحد ويظل هو رئيس النادي فهمتني؟ صحيح. ما حتاخذ خطوه الا بالمشاوره معه طبعا في مصلحه النادي. عندكم مشاكل ماليه سمو الامير مع اللاعبين؟ والله انا تفاجأت طبعا المؤشر كان يقول انه عنده رواتب متاخره حتى سعيد المولد على حسب ما فهمت واعتقد بعض اللاعبين عندهم متاخرات لكن ان شاء الله هذه بسيطه ان شاء الله بتنحل ما مشكله ان شاء الله بتنحل. سلمان المؤشر لسه ترى ما حد يعني ما فوضته صح؟ والله ما فوضنا الى الان طبعا سلمان انا من وجهه نظري الشخصيه انه المباراتين الاخيره ادى جهد طيب يعني يعني ما نقول ممتاز بس يعني وسط احسن من الاول ونتمنى منه المزيد طبعا على حسب مستواه اذا والله حسن مستواه وكان المستوى اللي احنا ننشد منه ليش ما نجدد له هو ابن النادي ودك سلمان المؤشر يستمر سمو الامير انا قلت لك انا اذا حسن مستواه للافضل والله ليش يروح عنا احنا به يعني هو ابننا وليش نستغن عنه ما نستغن عنه هو انت عارف انه دخل الست شهور الان اي عارف انا بس انا قلت لك انا سلمان اذا حسن مستواه وانا اقول انا وحاس تكلمت معه انا بتكلم معه طبعا فهمتني ان شاء الله اليومين الجايه حيكون لي حديث معه فبشوف طبعا هل هو يرغب ولا ما يرغب بعد ما ندري نعم فهمت قصدي نعم طيب لكن تعتمد على تحسن مستواه صراحه طيب سمو الامير اذا تسمح لنا زميلنا حسين الشريف يبغى يسألك سؤال إذا تكرمت. تفضل. مساء الخير سمو الأمير. الله يمسيك بالنور حياك الله. أولا شاكر لك يعني سعة صدرك. الأمر الآخر ندرك ونثمن حبك وعشقك النادي الأهلي. لكن وجهة نظري إن أرى في تصريحات سموك يعني جزء من مسؤولية ما يحدث للنادي الأهلي بسبب هذه التصريحات. اعتدنا من الرجال الكبار امثالكم ان تحل المشاكل للانديه داخل الغرف المغلقه لكن السياسه الاعلاميه لسموكم متخذه مع النادي الاهلي ومحاوله وضع المسؤوليات على اطراف اخرى بامكان انت سمو الامير تحتويها واتخاذ وسيله الخطاب الاعلامي اعتقد ان هذا امر ربما يؤثر كثيرا على النادي الاهلي سواء على منافساته المحليه او حتى على مستوى التركيبه الاهلاويه. قرص اذا انت ما انت مقتنع فيه اقيله. فالمساله ربما تكون بسيطه. لا معليش اسمح لي انا معاك في الكلام اللي قلته لكن في نقطه مهمه حاولت انا بجميع الطرق انه نعدل المسارات ونتكلمنا في الغرف المغلقه والى اخره. والنتيجة واحدة فأنا يعني شوف أنا رجل صريح ما عندي ترى اللف والدوران أنا أعطيها بالوجه فهمتني اللي ما هو ماشي صحيح يجب أن يعرف جمهور الأهلي في أمور تخفى على جمهور الأهلي ما حخفيها يجب أن يعرف جمهور الأهلي كل شيء يصير في النادي الأهلي ما أنه أقعد والله وانت تخفي ولا انت صدامي اي نعم انا صدامي لكن صدامي بالحق وصدامي لما اشوف الغلط غلط اقول المخطئ انت مخطئ ولما اشوف الصح اقول له انت اجد بس سمو الامير في بعض الاحيان في اشياء تحتاج مجاملات يعني اليوم حتى في عفوا حتى في بيتك اذا جيت تزعل على احد من ابنائك في الشغلات لازم يكون فيها مجامله شويه الاهلاويين يرون بانه مشاكل الاهلي الان سببها الخروج داخل خارج النادي هم يعتقدون كذا لا هذا لا شوف اعرفهم انا الاجندات القديمه نعرفهم احنا ونعرف اهدافهم ونعرف وش اللي ذا انا يا حبيبي ما هي مساله صدام انا رجل جيت عشان اخدم الكيان اقول للمحسن احسن واقول للمسيء اسات اما اني اسكت عن الخطا اشوف الخطا واحاول ورا الغرف ورا المجلس ومن تحت الستار وما ادري ونصلح طيب ما صلح الوضع نعم الان انا اللي بوجه الجمهور الان الجمهور حيقول انا السبب لا يعني انا اخذت عهد على نفسي انه النادي امانه ولن اخفي على جمهور الاهلي شيء يعني انا اقول لك شيء يا اخي ادخل على تويتر ولا ادخل على المواقع الالكترونيه
شوف جمهور الاهلي هو اللي قاعد يحلل، هو اللي قاعد يطالب بقاله هؤلاء الناس، ويعني يعني اخطاء لا يسكت عليها. وبالنسبه للمدرب انا جبته بحضور الامير نواف بن عبد العزيز بن تركي، تكلمنا معاه ووعدنا انه يغير قناعاته، بس الاشياء اللي قاعده تحصل الان ما يحتاج انه انا اخفيها ولا أبقى الجمهور شايفها. يا اخي ادخل على تويتر الان بس شوف ايش قاعد يكتب الجمهور عن دروس وعن اخطائه الفادحه. طيب انتم فوضت سمو الامير كاريلي المدرب البرازيلي؟ والله شوف انا فوضت، احنا قاعدين نفاوض مدربين كبار جدا فهمتني، ولكني ما حنقول اسمائهم طبعا حفاظا على المنافسه، لكن ان شاء الله بحول الله وقوته يعني ان شاء الله بس ان نتوفق في احد المدربين الكبار هذول ان شاء الله. يعني جروس تقريبا خلاص، يعني مباراه مباراتين ماشي. والله للحين عندنا شوف انا بنتفاهم معاه على امور كثيره، يعني ما هو فهمتني، والوضع المشكله انه وضعنا حساس الان فهمتني، والرجل يعني الاشياء اللي قاعده تحصل الحين التخبص في التشكيله والتخبص في يعني صراحه ماني لاقي لها تفسير انا. يعني سمو الامير ما شاء الله تبارك الله، ولو انه يقول لك مصائب قوم عند قوم فوائده، هالمشاكل الكثيره اللي عانى منها الاهلي وانت قريب من المنافسه سمو الامير، اجل لو ما عندك مشاكل. لو ما عندي مشاكل اي كان انا المتصدر الان بدون منافس. تكون متصدر الدوري؟ نعم. لكن اقول لك يا بالفيلم المليان، نعم مشاكل وما حسكت عنها. انا اللي اشوف الغلط واسكت عنه، لا، وانا ابتعدت عن الفريق بسبب المشاكل اللي كانت تحصل، تدخلات في شؤون الفريق بشكل لا يعني تعدوا حتى صلاحيات. حتحل المشاكل سمو الامير بنفسك ولا حتروح الى نقطه ابعد؟ يعني حتلجا لناس اخرين يحلوا لك المشاكل ولا انت اللي بتحلها؟ ان شاء الله، الله بفضل الله سبحانه وتعالى بتركاتب الجميع، ها احنا نعمل يد واحده. نعم. الاداره الجديده هذه بحول الله وقوته، ها اداره متفاهمه وحنا متفاهمين ونعمل اول شيء لخدمه الكيان قبل كل شيء. طيب ان شاء الله بحول الله وقوته، ما يكون الجمهور الا اللي يرضيهم ان شاء الله بحول الله وقوته. كم الشرط الجزائي لجروس؟ والله ما ادري، اسال اللي جابوه. والله يعني بيني بينك يعني ما ادري والله. تقريبا والله ما اعرف، اقسم بالله العظيم ما اعرف، وانا حلفت لك اني ما اعرف، لو اعرف اقول لك، لكن ما هو يعني طموحنا ترى كبير. انت سمو الامير انت ما كنت راضي عن جروس صح؟ عن جيبته يعني. والله شوف في البدايه ما كان عندنا خيار، كانوا تعرف المدربين الممتازين كانوا كلهم طبعا ما هم فارقين ما حد فهمتني؟ اي لكن طبعا وافقت في البدايه، بس بعد الحركه اللي عملها انه ترك ذا وراح، اذا كانوا صادقين الله اعلم طبعا فهمتني؟ اي ورجع طبعا ورجعت وخلاص. ما وش كان الحركه؟ كان خيار. وش الحركه سمو الامير الحل اللي سواها؟ هو ترك وكان موعد اظن صايغ ولا ما ادري معروضه، ما اعرف والله اي واحد منهم، اظن معروضه وراح ترك، قال له خلاص وقع وترك ذا وسافر، وبعدين طلع الصايغ وقال اجيبه يعني اجيبه، وجابه طبعا وحصل اللي حصل. اها انت انا بيني طموحنا اكبر من جروس. كنت تتوقع انه اجيبه يعني اجيبه هذه رد عليك؟ كيف؟ تتوقع انها كانت رد عليك؟ والله ما اعرف، اسال اللي قالها ما اعرف، انا طبعا طيب. النيات ما اقدر ادخل بالنيات. صحيح. طيب لكن يا ريت، استغفر الله العظيم. ما عليه على حكم ربي. ما في شيء، ما في، الحمد لله. طيب سمو الامير ابي اسالك سؤال قبل الاخير اذا سمحت لي، واشكرك جدا على سعه صدرك. الا تعتقد سمو الامير بانك انت جزء من المشكله؟ جزء. شوف اذا كان حبي للاهلي او خوفي على الفريق او خوفي على مصلحه فريقي اكون جزء من المشكله، والله هذا شيء اتشرف فيه انا او افتخر فيه، اما اذا كان مجرد عبث فهمتني واحمل المسؤوليه اني انا جزء من هنا، يا اخي يتحمل المسؤوليه اللي عبث في الاهلي، اللي عمل يعني اللي حصل الان، يعني احنا نطمح في الاهلي، انا جيت النادي وانا اطمح انه الفريق يكون
ما له مثيل بصراحة والله، وأقولها لك إلى الآن يعني يكون عندنا الآن. شوف يعني الاحتياط اللي عندنا، أنا أتحدى إذا في فريق سعودي يملك الاحتياط اللي يملكه الأهلي في جميع الخانات، لكن والنتيجة النتيجة زي ما أنت شايف. إحنا غالبية الأندية عندنا في الدوري عندها مشاكل في الدكة. لا معليش، أي مشاكل كبيرة، لكن إحنا ما عندنا مشاكل، إحنا مشكلاتنا التوظيف. التوظيف، توظيف اللاعبين أو يعني ما أعرف، الله أعلم، فهمتني؟ ما أدري وش المقصود من الشهادة، لكن أقول لك توظيف اللاعبين غلط. نعم. هل هو مقصود وغير مقصود؟ الله أعلم. بس أنا أقول لك إنه اللي قاعد يحصل عبث. طيب سمو الأمير، جتكم عروض من الأندية لإعارة بعض اللاعبين في الشتوية غير سلمان المؤشر؟ والله ما أدري إذا كان جاهم هم، الله أعلم، جاء الرئيس أو نائب الرئيس جاء التنفيذي ما أعرف، أما أنا ما أعرف. حتستمر سمو الأمير، حتستمر في دعم الأهلي لو رجعت البيئة زي ما أنت تبغاها زي ما تتمناها، ستعود بدعم الأهلي مرة ثانية ماديا؟ لا الأهلي، شوف الأهلي بالنسبة لي بيتي الثاني، يعني ما فيها ابتعاد وهذا الشيء، هذا الشيء ولا أفكر فيه. أنا أقول لك حتى لو ابتعد عن الإشراف لن أبتعد عن دعم الأهلي. هذا شيء مفروغ منه. طيب سؤالي الأخير، المساحة لك الآن، قول اللي في خاطرك للجمهور الأهلي للمرحلة القادمة، اترك اللي راح سمو الأمير، الأبواء اللي راح ما عاد يبون الحين منك، يبون الجاي وشو؟ أقول لهم والله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد، إني محارب 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 بشكل لا يخطر لكم لا على بال ولا على خاطر. من مين؟ اللي هم، لكن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل على من جلس عقبة في طريقنا وعلى من عبث في الفريق، وإن شاء الله بحول الله وقوته الأيام القادمة إن شاء الله بحول الله وقوته سترون فريق مختلف إن شاء الله بحول الله وقوته. اللي 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 عبثوا ووقفوا في طريقكم أهلاويين ولا غير، وحاربوكم أهلاويين ولا غير أهلاويين؟ يا أخي أقول لك شيء، الله سبحانه وتعالى بيكشفه. لا ما يخاف، بس قولي أهلا، ما أبغى أساميهم، أهلا ولا أهلاوي؟ الله سبحانه وتعالى بيكشفه. أنا قلت إنه الفريق في عبث، والأكبر دليل يا رجل اللي قاعد يحصل الآن، اللي قاعد يحصل الآن هذا عبث. أنا عندي لاعبين منتخب أخليهم على دكة الاحتياط، ولاعب لاعبين غير لاعبين، يعني أنا الآن أضر المنتخب بصراحة، أضر المنتخبات كلها، كان منتخب الأولمبي ولا منتخب الأساسي الأول. نعم. سبحان الله، بس إن شاء الله أطمئنوا، إن شاء الله الأيام زينة والأيام مدى، وأقول لهم أطمئنوا، ترى أنا والله يشهد الله علي إني عملت اللي أقدر عليه وما مليت، ترى ما حيقدرون يأثرون علي، أطمئنوا. بس أنا أقول لهم أطمئنوا يا جمهور النادي، اللي حصل كان الهدف منه إبعادي عن الفريق. وأنا أقول لك يا بصراحة، بعد العبث اللي حصل كان الهدف منه إبعادي عن الفريق بأي طريق، لكن إن شاء الله أنا مع الفريق، سواء ظليت يعني جلست بالإشراف على الفريق أو ابتعدت على الفريق، أنا سأظل داعم للفريق إن شاء الله ما دام أنا حي. أشكرك يا سمو الأمير على كلامك الطيب وعلى سعة صدرك وعلى أيضا حبك للأهلي وحرصك على الفريق، ولما نحن حاورناك في هذه الطريقة أكيد الجمهور الأهلاوي يبغى يسمع ويبغى يعرف الأهلي وين رايح إلى وين، ورغم كل الظروف اللي أنت قلتها قبل شوية ختمتها قلت أنا ترى ما مليت، يعني لازلت أنا موجود وسندعم الأهلي وسنقف مع الأهلي، ولولا المشاكل الموجودة في الأهلي لكان الأهلي في صدارة الدوري. نرجو لكم التوفيق أبو وائل في أيامكم القادمة إن شاء الله وفي عملكم الكبير في النادي الأهلي، وأن يعود الأهلي بطلا مثل ما تعودنا وشفناه في فترات سابقة إن شاء الله بحول الله. شكرا لك. شكرا بسلام. شكرا سمو الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الذي فتح مجموعة كبيرة جدا من الملفات. أنا عارف كلكم بتعلقون، أبغى أروح الفاصل، بس فاصل حيكون كذا اليوم، قنابل وصواريخ، ودينا فاصل يا ابو لما، يلا.
صبحكم الله بالخير حبايبنا. حلقتنا اليوم سمتها إبداعية وهواها سعودي. أنا جيت محمد تحدي معك أبو بوشك منك. ما نسيت التشالنج اللي بيني وبينك بس حنسجلهم هو بعدين يا محمد. أكيد. عكس يمين يسار. سميرة جيعاني نفرت نجمع لها فطور. الله يعطيك العافية. الهواء عشان تتروق. صباحكم SBC. وحشتوني واشتقت لكم واشتقت للاستديو معاكم. ردود الأفعال والشائعات ما تخلص. الحلم كان فينا ولا زال فينا من يوم ما حنا صغار. كملين ومستمرين معاكم في برنامج صباحكم SBC. ايش تبغى تقول؟ كل هذا ولسه باقي. فأمان الله. كل عائلة ولها رباط أسري جميل يضعف مع المشاكل مرات وترفع الآمال مرات أكثر. ما أروعها من أسرة هذه اللي تركض البكرة بتفاؤل وتسابقها ابتسامتها. المرأة السعودية قاعدة تخط مسارات جميلة مليانة اعتزاز وفخر وابتسامة بعد. حول كل هذا وأكثر بعد ألقاكم في مسايا لجين كل ثلاثاء. خليكم على الموعد. ها قربت أخلص. خلاص الخريطة معي مالك حجة. الشوارع حفظناها والأغاني جاهزة. أسمع هلا بك الله حيدنا اللي بعده ناويلك حلالية ولا قريب الصدق اللي بعده اوبا كانغنام ستايل جر ايوه هذا الكلام يا السعوديه يا ديار الشيم يا دار الابطال يا السعوديه نحيي روحك الحي اللي بعده كل يوم لنا قصه جديده نتحدى فيها كل الصعوبات في طريق رؤيتنا وكل بصمة بسواعدنا راح تصنع أثر طموحنا ما لحد وهمتنا جبل ما ينهد يعني الحمد لله جداً مبسوطين في حياتنا أنا وعلي علي معظم الوقت متفاهمين مرة على الآخر إلا حلوة والله النظرة إيش؟ شايفاتي بيسرة قدامك سالم خلاص أنت أحسن واحد يمسك الألم وإنت وش قاعدين تصوروا؟ قاطع سلاش نقطة من أول السطر ما تقدر تجيب ناس ما لهم انتماء الاتحاد كان مسيطر على البطولات في المملكة العربية السعودية يعني ما في بعد ولا قبل فيلم هندي كان يسمون الهلال في كل فترة العالمي بنصدق لا لسه بدري علينا ما عندنا نادي عالمي هم السواد الأغلب الأعم الأكبر نصر واحد من عرض الباقين فقط أبغى بكرة تقول لي ديون الاتحاد والتزاماته زيرو حتى نهاية الموسم كيف تحتاجه؟ 400 تفاجأت إنه يسهر اللاعبين يتعشى معاهم في مطاعم في آخر الليل. اللاعب ممكن أساساً يسهر بأحمد الصايغ وبغير أحمد الصايغ يعني. أفتح إيش ولا إيش ولا إيش؟ الله يرضى عليك ما تتدخل في الحكام. خليك شغلك بس. أنا أعتبر الإثارة الإعلامية جزء من شخصيتي. صوت المطابع كان يرسم الحدث. واليوم انتهى وقت الورق. في عصر الإعلام الجديد والسوشيال ميديا الأحداث الرياضية المتسارعة بنكون أقرب لكم ومعكم الخبر وتفاعل الجماهير والحدث الأبرز أول بأول كل جديد في رياضة ميديا احترامي وتقديري لهم
مواكبة وتحليل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويضم صفوة من الفنيين السعوديين والعرب، مع مناقشة القرارات التحكيمية من قبل خبراء التحكيم في العالم العربي. الاستديو التحليلي مباشرة مع كل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الاستديو التحليلي مباشرة مع كل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية. حياكم الله من جديد في الجزء الثاني من الديوانية. كان معنا قبل الفاصل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي. والله يا سمو الأمير، نبدأ من وين ولا نخلي وين ولا نعلق على إيش؟ ما شاء الله ملفات كثيرة وثقيلة. ها يا أبو الأمر، قنابل وصواريخ يعني. عطني يلا عطني جزء منها. لا أنا أقول لك، أبي كل واحد فيكم يعطيني كذا بعض النقاط. أنا سريع، أنا سريع، أنا لن أخوض في كل ما قاله الأمير فيما يتعلق بالأهلي. أوكي. لأنه ليش الأمير منصور أبو وائل الله يحفظه، أنا قبل 45 سنة سويت معاه مقابلة، أو ما حد يعرفه في الوسط الرياضي، لسه ما دخل الوسط الرياضي. ما شاء الله. بعد قبل 44 سنة سويت معاه مقابلة أخرى وصفحة كاملة، وأيضا لم يكن في الوسط الرياضي، فهو دائما كان بالعكس وديع ومحب للرياضة ويحب الأهلي، لكن اليوم طبعا قنابل وصواريخ. لكن أنا صراحة وهو الأمير بيتكلم بغض النظر عن كثير من الـ 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 العناوين الصارخة والعناوين القنابل اللي قالها، أنا كنت أتمنى جزء من الصراحة دي إنه رئيس الاتحاد يطلع يقول الكلام ده. واحد في الاتحاد، لأنه أول جايين على الاتحاد. لا أبو أبو ما تكون صحيح يا أبو لما، يعني ما احترام ما عرفت قصدي. يعني الاهلي الان في المركز الاول متضايقين من هذا التصريح. لا يا ابو خالد، لا نطالب الاتحاد بتصريح مثل هذا. يا اخوي خليني اكمل لك بس، الله يخليك. الاهلي في المركز الثالث، شفت كيف؟ وهذا والامير واليوم فايزين او متعادلين، فايزين لانه لعبوا مع اصعب فريق وقدامهم اسهل فريقين. الاهلي اسهل مجموعه وحيتاهل ان شاء الله تعالى. لكن انا اقول الاتحاد اللي بيعاني ما ابغى، زي ما قال الامير منصور صراحه، يعني صراحه قاتله. لكن جزء من الصراحه دي انه يعني مثلا فيما يتعلق باداره الكره، هو الان ما هو راضي لا عن مدير الكره ولا عن المدرب. طب هذه عله الاتحاد. انا ابغى واحد في الاتحاد يجي يقول هذه العله دي عشان يمشيهم من بدري، لا مدرب ولا اداره كره. بس انت تعتقد انه كلام الامير منصور بن مشعل النقاط اللي تكلم فيها كلها هذه، تعتقد بانه فعلا الاهلي يعاني؟ طبعا هو كلامه كله عن معاناة. وانت سألته سؤال الحقيقة، قال لك لو لم تكن هناك مشاكل ايش كان الموقع الاهلي؟ يقول لك الصدارة يعني او البطل بدون منافس. نعم. هذه المشاكل هي اللي اعاقته، لكن هل احنا نتفق معه ولا لا؟ لكن التفاصيل هو يعرفها ولا في النادي الاهلي هم ادرى بها. فيصل شرايك؟ عندي كلام كثير إن سمحت لي، يعني أحاول أن أختصر. لا بس لاحظ أن معك ستة خمسة. الله والنعم، بس أنه المكالمة دي تراها تعتبر تاريخية بالنسبة لنا يعني. نعم. شوف الرجل يقول أنا مليت وما له لست شهور. أنا لوهلة تذكرت الفترات اللي جلس مثلا عبد الرحمن بن مساعد 7 سنوات، فيصل بن تركي 8 سنوات. لو جلس هذه المدة وقال أنا مليت أتفهم أنه من كثرة المشاكل وصل، لكن 6 شهور تقول مليت، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لقى ما مليت، لا قال انا محارب وانه ايوه حسب الله يعني ونعم الوكيل حاطين لي ما ادري إيه. الا كني سمعت قال مليت. لا قال انا ما مليت، يقول ما مليت. وش اجى الكلمه اللي قالها؟ لا ما مليت قال يعني من يقول عقبات وما عقبات. هذا بست شهور. رقم اثنين، انا ما زلت اتذكر بدايه الموسم اول مباراه للاهلي كانت امام الهلال في البطوله الاسيويه، وطلع وخلى كل شيء على ما قال المدرب في ومن باول مباراه. رقم ثلاثه، الإداري لابد أنه 3/4 الكلام اللي هو قاله هذا يحل في البيت، مثل ما قال أبو خالد في البيت الأهلاوي، مو كل شيء يطلع في الإعلام. الأندية لها طريقة بالتعامل، يعني أنت ما زعلان على أبو معوضة بينك وبينه يا أخي، لا تطلعها عند الجماهير وتبين للجماهير أنه فيه. هذا شخصية الأمير، هذا شخصية الرجل. لذلك يجب أن يتفهم، ومتاح للجميع. لذلك يجب أن يتفهم أراء المعارضين لسياسته بأنه أنت تحب النادي ما في شك، لكن الطريقة اللي تدار فيها الأهلي لا مو صحيحة.
مو صحيح أبد. أنا مثلا الصايغ أنا اللي جايبه والله ما جاز لي أروح أشيله، أحمد بمعوض سوى خطأ روح شيل، ما يصير الكلام ده. غير 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 أنه من ناحية الأمور المادية كم لاعب أجنبي غيره؟ ما أنا لست شهور أقول كم لاعب أجنبي غيره. نرجع لبداية الموضوع، من اللي دخل مازن بوصاص بالفريق؟ بس الصايغ لا الصايغ بناء على الملاحظات نهاية الرياضة مش كيف يعني؟ لا هو بالبداية هو اللي جايبه. أيه. بالبداية هوية ودخلين للنادي أنه أنت رئيس وأنا مسؤول عن الكرة، اختلفوا بعدين هذا موضوع ثالث. لا هو قال أنا محارب. إيه قال أنا محارب. إيه على هذه الكلمة اللي أنا مسكتها. شلون بستة شهور تحارب يعني تونا على هالكلام؟ تحارب لما تكون بالمقدمة، لما تقول تنافس على بطولات، لما يكون فريقك محارب من الأهلاويين. مستحيل أنه يطلع عنده الانطباع هذا، وحنا شايفين كمتلقين ما إحنا بأهلاويين أنه هو شريك في كثير من الأخطاء اللي صايرة. شريك أساسي، أنا بالنسبة لي هو شريك أساسي في كل ما يحصل، سواء في مرحلة معوضة، سواء في شيلة بلانكو، سواء في جيبة جروس. كان هو من الأول قال فاوضوا جروس، قال فاوضوا جروس ترى. وبعدين هو زعل يوم من دبي راح وترك أحمد بمعوضة جروس، صراحة المبلغ اللي يطلبه خرافي. طيب أنت من الأساس كنت شريك في جيته، الآن تقول هالكلام ده عنه يعني كأنك كنت أي مشكلة تصير ترمي على الآخرين. القائد الصحيح هو اللي يتحمل كل الغلطات حتى لو كانوا الأعضاء الآخرين هم المخطئين، أنت اللي جبتهم تحت مسؤولية إدارتك، حتى إذا هم أخطأوا أنت تحملها. آخر جزئية إذا هو يتعامل مع عبد الله مؤمنة بنفس الطريقة اللي تكلم فيها، كان من الأساس ما جاب رئيس، صار هو رئيس بطريقة أو بأخرى ودار النادي علشان ما يكون فيه. ما أقدر، شرط الهيئة لا تسمح أن يكون رئيس. أجل أنا والله إذا يقبل نصيحتي عشان السن، إذا يقبل نصيحتي يا أخي، خالد بن عبد الله من أعظم المر على الأهلي، ما كان رئيس ودار النادي من برا يا أخي، دار النادي من برا. الظروف مختلفة بين مرحلة من خالد بن عبد الله. لذلك هو إذا يحب الأهلي صحيح، وأنا ما أشك أنه يحب الأهلي 100% أنه يحب الأهلي يا أخي، أنت وجودك في النادي قد يسبب هو الكهرباء اللي صايرة دي. اطلع من النادي وحط لك رجل تثق فيه وسلمه يا أخي الراية، وأنت ادعم يعني في أشياء بديهية طارق يعني. طيب. مسألة أنك تنتقد فريق العمل اللي معك في الإعلام هذه تحسب على نمير ما تحسب له. طيب أبو عبد العزيز، وش زاوية تقدر تتكلم عنها؟ والله أخي صراحة أنا يعني أول شيء ما أشكك في حب الأمير للأهلي الأمير منصور، ما حد يشكك في أنه محب وعاشق ويبذل الغالي والرخيص لمن أجل هالنادي، لكن يعني تحزن أو يضيق صدرك صراحة المدرسة الأهلاوية أو الكيان الأهلاوي اللي أنا أسميه من أعظم الكيانات، عبد الله الفيصل، خالد بن عبد الله، محمد عبد الله الفيصل، يعني الأسماء هذه يعني اللي أدارت الأمور في النادي الأهلي بكل ما تطلع في الإعلام. يعني الأمير حاب الأهلي ما حد يختلف عليه. أوكي. يبغى يخدم الأهلي بكل ما عنده، يبي يصرف لو يطلبوا منها الأهلي 100 200 300 أنا متأكد إنه بيدفع. لكن ظهور الإعلامي وطريقة التعاطي هذه ما هي مدرسة الأهلي، ما هي مدرسة الأهلي، ما يعني ولا هي مدرسة أي نادي من الأندية اللي تطمح أن تكون في الصورة، تطمح أن تكون منافسة. نعم. يعني بكرة أحمد بامعوضة هو داخل النادي، نظرة الموظفين واللاعبين والمدربين له وشي جروس هو داخل النادي، اللي يدفع الدراهم الرجل اللي يعطي النادي الفلوس مو براضي لا على بامعوضة ولا على جروس. أنا كلاعب وشلون بتقبلهم؟ خلني من اللاعب، أنا كموظف أنا عارف أن الاثنين ذولي طايرين. الحكمة، التروي، إدارة الأزمة، إدارة المشهد اللي كانت الناس تحتذي بالأهلي، الرجال في الزمانات خالد بن عبد الله مع يعني الله يطول في عمر الأحياء منهم يغفر للأموات منهم. آمين. محمد العبد الله، عبد الله الفيصل، الأسماء اللي كنا وحنا صغار يقولون لنا الأهلي والأهلي، تكون نهايته صراع في الإعلام وفي التلفزيون وفي وسائل التواصل، ومن مو من جمهور لا من المسؤولين من الرؤساء. هذا شيء محزن. في واقع اليوم نعيش أفضل دعم حكومي مر على الرياضة السعودية،
دعم مالي ودعم حكومي ودعم من أعلى سلطة في البلد، ومع كذا يكون عندنا مثل هذه الفوضى الإدارية في أحد أهم وأكبر الكيانات في السعودية. أنت أخذت الجانب السلبي الآن ولا أخذت بعض الجوانب الإيجابية في كلام الأمير؟ الجانب السلبي لأني أنا شف بعض المرات الورقة البيضاء لما يصير فيها نقطة سوداء تقول شوف هذه نقطة سوداء، فما بالك إن فيها شخمطة سوداء، مو بنقطة. يعني كلام الأمير شخمطة؟ لا كلام كثير، كلام اليوم اللي قاله اليوم الأمير، يعني مسألة إنه ما قال من جال الرياضة، مدرب يتمرن يقول هذا المدرب مو بكويس والمفروض يمشي وحنا ماشيين بالبركة وحنا لو نحن اللعيبة ما أدريش فيهم وبامعوضة ما أدري إيه، يعني ما هو مع احترامي الشديد ما تدار كذا الأندية. تحب الأهلي يا أمير على عيننا وعلى رأسنا، لك قدرك وما حد يختلف على ذا الشيء، محب للأهلي، داعم للأهلي، أكثر واحد السنة هذه دفع من جيبه الخاص لنادي قد يكون الأمير منصور، صح، وأكاد أجزم. ما هو أكيد يكون هو داعم، الداعم المادي الأكثر في الأهلي هو الأمير منصور. شلون؟ يعني في ظل نسمع أن اللعيبة يتكلمون عن عقود ومفاوضات ما تفاوضت وعقد برانكو ما حد دفعه، ما هو شرط يكون الأمير منصور مشى مع احترام وتقدير له أنه هو يعني مغذي الأهلي ماليا لدرجة أنه يسيطر على الكيان، لأن صراحة معليش المقاطعة حديث في غير مكانه، مع احترامي وتقديري للأمير وعشقه للكيان الأهلاوي في غير مكانه. يعني أنا دحين أترحم على الأستاذ أحمد الصائغ، والله يعين عبد الله مؤمنة، إذا بيتعامل في هذا الجو أتفق معك أبو عبد العزيز في مسألة اللاعب كيف يقبل مدربه، اللاعب كيف يقبل مدربه، اللي كيف يقبل إداري، كيف يعني الله بعد هذا التصريح، الله حتى قبل التصريح لاعبي الأهلي يعطيهم ألف عايفة إنهم قاعدين ينافسون، يقول مثل هذا الأجواء. بس تسمح لي، اللي مفترض من أمين منصور ومشعل يحتوي المشاكل ولا يثيرها. طيب والشخص المفترض يحتوي، لا أنا أقول يعني الأمور اللي مثل هذه إدارة الأندية مين في التلفزيون أو في تويتر أو في إدارة الأندية في مكاتب الإدارة، ما يظهر في الإعلام إلا الشيء اللي أنت كإدارة نادي تبغى تظهره، مو بتظهر كل شيء. يعني الجميع كان اليوم قبل تصريح الأمير الجميع كان عنده انطباع، وبعد مداخلة الأمير الآن أصبح للناس عندهم انطباع آخر. يعني كل الناس كانت متفائلة بأشياء وأن الأهلي ممكن أنه يكون الطرف الثالث المنافسة مع النصر والهلال على الدوري وكاس الملك، وهو مؤهل الأهلي هذا الشيء، لكن بعد اللي سمعناه اليوم. طيب أحمد، أنت اشتغلت أنت كنت رئيس نادي، صح؟ ماشي. التفاصيل اللي هو قالها ترى موجودة في كل الأندية، طبيعي ما تطلع، هذا الطبيعي ما تطلع. طيب بس بالمناسبة بسمع من أبو أحمد بعد إذنك، خلاص أبو عبد العزيز خلص. أي بس ظل الخيار على هاشتاق الديوانية يقول لك، هل تعتقد يا طارق الحمد أن فيصل الجفن أو غيره بانتمائه إلى نادي منافس للأهلي سوف يوافق على ما قال الأمير منصور في البرنامج؟ والله أنا عارف فيصل الجفن من 15 سنة عنده أسنان المشط، تعرف المشط نفس الشيء، كلهم يعاملهم نفس المعاملة، ما عليك زود ولا زكي فيصل يعني، ولا طبعا شوف أنا ما أقدر أقيم الحديث بطل، يمكن يكون هناك أشياء حتى خافية علينا ما ندري، قد يكون فاض فيه الكيل إلى درجة أنه لم يستطع إيش أنه بدري على فياض الكيل. لحظة شوف، هنا التماس عذر، هنا التماس، أنا ما أستطيع أني أحكم على الأشياء ذي، قد يكون الرجل شاف أشياء لم يستطع حتى تغييرها. ولا عشتوا بالنادي أنتم؟ أنا اللي أخذتها الجزئية اللي من كلامه أنه في ناس تحارب النادي أو تحارب به أنه لكي لا ينجح. أنت الآن مساءل يا أمير بشيء واحد، أنت الآن تقول أنه كل الأشياء اللي موجودة في النادي تجعله لو مشت بالطريقة الصحيحة كان يصير إيش هو اللي في الأول، هو الأول. إذن أنت الآن بكل الصراحة والشفافية اللي أنت عليها هذه اللي كشفت الأشخاص وكشفت حتى وضع المدرب وطريقة تعامله اللي كأنه أنا فهمت منها كأنه المدرب ينفذ أجندة لما يكون عنده الأفضل لاعبين في الدكة. وخلونا نكون واضحين، نقول للشيء هذا اللي قدامنا هو باسمه، هو كأنه يشير لهذا، مو كأنه اللي هو يشير لأنه اللاعبين اللي في الدكة أفضل ليش ما يلعبهم، إذن هو كأنه أجندة اللي موجودة. المطلوب منك أمام جماهير الأهلي على أساس يكون الأمير منصور هو المنقذ للفريق، عليك يا أمير أن تكشف من هم اللي حاربونك.
إذا قلت للناس هذول اللي حاربوني هذه أجندتهم وهذا اللي عملوا وهذه علاقتهم بالفعل والعمل، أنا أعتقد أنك أنت اللي تبي تصير بطل الأهلي، أنت اللي تبي تقوده. شوف هذه الأشياء قد تحصل في أندية، حصلت في أندية، أنا أذكر حصلت في النصر، حصلت في بعض يعني مرات قليلة في الهلال، وطلع رئيس النادي في يوم الأيام، أنا أذكر منصور الأمير فيصل بن تركي طلع وكشف الشخص اللي 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 كان وراء الموضوع، وحتى كان في اعتزال ماجد اللي كان عدم ما يبي اعتزال ماجد وغير في أمور حتى جانبية كشفها، وأصبح أمام الجمهور هو الواضح، هو الشخص اللي يجب أن يثق فيه. إذن إحنا أمام مسألة واحدة أختصرها بكلمتين، أنه يا أمير إذا كنت أنت قدمت كل العمل الجميل، قدمت كل الأشياء اللي يستحقها النادي الأهلي، وهناك من يكسر مجاديف ويتدخل في عمل مدرب ويستدعي حتى المشرف على الكرة كي يضع عراقيل بسفر لاعبين أو غيره، إذا لازم تكشف من هم هؤلاء على أساس أنت تستطيع أن تقود الأهلي بدعم كل الجماهير وليس بعض الجماهير. جميل. أبو عبد الله في كلام الأمير، الأمير منصور صراحة جاب لنا أسلوب غريب للرياضة، كل أي خطأ صغير أو كبير يطلع للإعلام، جروس اللي جايب دوري 2016 يقول ما يعرف يوظف اللعيبة، يقول عندي دكة احتياط كلهم من المنتخبات، يعني بيلعب 14 لاعب جوا الملعب ويشيل الأجانب، لا يقول لك مو مستفاد منهم، يقول لك مو مستفاد منهم. إيه بس المدرب له رأي بعد هذا، وله تاريخ المدرب بالنسبة للمدير الكرة، يقول أبشيله وبشيل المدرب ما أدري عن اللاعب كيف استاذن. أنت المشرف على إدارة الكرة، كيف ما تدري عن اللاعب؟ كيف ما تدري عن عقود اللعيبة؟ كيف ما تدري عن الشرط الجزائي حق المدرب؟ في أشياء كثيرة يعني تخلي علامة استفهام كبيرة، كيف كذا الأشياء ما تعرفها؟ يعني لك 6 شهور أو 7 شهور معقولة ما عرفت الأشياء كلها؟ ده هو عارف. طيب. لذلك هو يتكلم بهالحرقة هذه. يقول والله ما أدري، سمعت يقول والله ما أدري عن عقد جروس الشرط الجزائي، الشرط الجزائي وعن عقد سفر وعن سفر وعن السفر وعن عقد جنيني. طيب معلش كل العقود. معلش أنت متابع للأهلي، هل تعتقد بأنه ما يحدث للأهلي هذا الموسم الآن يستحق كل هالانفعالات اللي صايرة ما بين الإدارة والاستقالات والإقالات؟ يستحق طبعا اللي قاعد يصير في الأهلي؟ إيه أكيد يا أخي. طبعا الأندية الثانية فيها نفس اللي في الأهلي، بس ما طلعت الإعلام محتوينها هذا الكلام. الأمير منصور الله يجزاه خير خلال 7 شهور طلع 56 مرة والله هذه الأمور ما تنحل بالإعلام، تزيد، ما تنحل أبدا بالإعلام، تقسم. إيه أكيد تزيد المشاكل كذا والفريق أضعاف ترى والفريق بس ما طلعت بالاتحاد، بس أنتوا والفريق ماشي يا أبو زياد، الفريق ماشي كويس، فرق بينه وبين الأول 5 نقاط بس أنتوا ما خدتهم من بعض، واليوم نتيجة إيجابية إنه هذا الرجل يقول ماشيين بالبركة اليوم. أقول لك عبد الله كيف المدرب بكرة يداوم؟ أنتوا ما خدتهم من باب كمان، أنا لو أنا مدير الكرة والله هذا ما الرجل بكرة. شفاف وصريح كده أنا ما قلت لك يا أبو زياد إنه جاب لنا أسلوب غريب بالرياضة، الله يجزاه خير الأمير. لا في فرق بين الشفافية، لا ما هي شفافية، لا ما هي شفافية، هذه فضايح ذي، هذه ما هي شفافية والله فضايح. طيب يقول لك قبل 4 شهور طالع بالإعلام يقول الرئيس ما داوم إلى الحين، هذه شفافية ذي؟ يا أخي الرئيس المفروض إنه ما يجي إلا مرة بالأسبوع، ما له علاقة. الرئيس المفروض يجي مرة في الأسبوع للنادي، أقول لك هو ما له علاقة بدرجة بداية الموسم، قال تصريح ناري يوم قال إنه الرئيس يودي اللاعبين يعكلهم برا مضبوط، وإنه قال بجيب فلوس ولا ولا يجي بعد العشاء، هذا لسه بأول شهر يا طارق. أيوة. لسه بأول شهر تونا قايلين بسم الله. طيب. معناته أنت ذكرت يا أبو زياد من أي زاوية تشوف تنظر الحالي، أنا بنظره من زاوية الجمهور الهلالي كيف ينظر هذا التصريح. عندما ذكرت في بداية حديثك أن ضيفنا الآن على الهاتف الأمير منصور مش على الجمهور الأهلاوي الآن يتوقع إيش حيكون خط المستقبلية للمرحلة القادمة. أوكي. الفريق قدم مباراة كويسة مع الوحدة الإماراتي، وننسى الماضي وتبدأ هناك معالجة للأخطاء. تفاجأ أنا أنه يصرح ويقول الفريق ماشي بالبركة. أنت هنا كمشرف كرة قدم وأنت الآن الأب الروحي للنادي الأهلي في الفترة الحالية، ينبغي عليك انك انت اذا شعرت ان هناك في اخطاء من الاخرين من الاجهزه الاداريه الاجهزه الفنيه اللاعبين انك انت تحلها، انت تحتويها، المفروض صح. هذا دورك.
حتى تصريحك المفروض فيه يكون حكمه وحنكه انك حتى في مشكله ما تظهرها، تتكلم بهدف مصلحه الاهلي، ندرك عشقك وحبك للنادي الاهلي، بس مو هكذا تدار الامور. وشلهم قبل دار الامور بدون ما تقول شلهم. نعم صح. اللي إيه؟ اوضح في هذه النقطه ايضا قرص مسألة قرص، واضح انه ما يبغى قرص، انت صاحب القرار، انت جبت رئيس نادي ما تشيل مدرب، شكله اتخذ القرار يعني خلاص. انت يعني لك دور يعني كبير في جاي تعديل مؤمنة ابو لما المدرب، فبالتالي انت المدرب الان زعزعت الثقه فيه زي ما قال ابو عبد العزيز، اول قرار بكره الصباح شلت المدرب با معوض، ورئيس النادي بيصادق لك على الموضوع هذا طالما انه رئيس النادي حاضر من اجل تصديق قراراتك. لان حقيقه انا اسمع كلامه اترحم على الصايغ، لان الصايغ صراحه ترحم على ايام الصايغ، على ايام الصايغ ترحم على ايام الصايغ. على فكره سالم العثمان قال ان الرئيس المفروض يجي مره واحده للنادي صاير، انا اتكلم مره واحده، انا اتكلم، انا اقول لك اسبوع يا اخي مو بضروري انه يجي كل يوم رئيس، لا في جهاز تنفيذي في الامور هذه، هذا امر طبيعي، الرئيس القادر يمتلك جهاز اداري وفني يدير النادي يجي اسبوع، هذا شيء راجع. لكن بهذا الشكل صراحه انا حقيقه يعني احزن على الجمهور الاهلاوي انه ينظر هذا الرجل انه مكان خادم عبد الله في حل مشاكل نادي الاهلي، لانه ما انا شايف اي بوادر ايجابيه. ابو خالد هو مفترض يكون جزء من الحل، ما يكون زي ما ذكرت انت انه جزء من المشكله الان. يعني اذا مع احترامي وتقديري للامير منصور مشعل، اذا كان ما يدري عن اللعيبه زي ما قال اخوي سالم، ولا يدري عن العقود ولا يقدر، وانه محارب، طبعا مساله المحاربه هذا انا متحفظ عليها، هو الشعار للجمهور الاهلاوي انه محارب، يرمي ربما لاهداف اخرى، ما انا كلمه محارب انا ماني مستسيقها، لان كل الامور في الاهلي يبحثون عن شخص يدعم ماديا. بس انتم يا الاعلاميين احيانا تطالبون المنتمين او المنتسبين للانديه بالشفافيه والوضوح، اطلع يا اخي اتكلم، قول ايش فيه الفريق. الحين انتم كاتحاديين تبون رئيس النادي او المشرف على كره القدم يطلع للاعلام عشان يقول ايش فيه الفريق، واذا طلع تكلم وانتقد قلتوا يا اخي ليش تنتقدون؟ لا ليش تنشرون غسيلكم برا؟ المار الحالي طلع وتحدث في الاشياء المعقله، كل الجماعه انتقدوا، تكلموا وانتقدوا منصور مشعل، وكثير من انتقد المار الحالي في تصريح مع الزملاء في الدوري مع وليد، وتكلم في موضوع الاعلاميين وانتقدته، لكن في اشياء يعني حدث العقل بما يعقل، يعني مو معقوله انك انت مشرف قدم اي الفريق الان، المفروض انت الان تقول هذه خطوه بدايه مرحله قادمه، تثير تقول فريق ماشي بالبركه. يا اخي حسين ابو خالد، اذا قالوا الصراحه زعلته، واذا ما قالوا الصراحه انا اتكلم عن الرئيس او مشرف على كره القدم، اذا صارحوا الناس ابو زياد هذا تصريح افتقد الحكم والحنكه الاداريه، لا اتصور بصراحه ولا بشفافيه، لا اتصور مسؤول يبحث عن مصلحه ناديه يتصرح بهذا التصريح، مع ايماني الكامل المطلق ان منصور مشعل من اكثر حب الناس للنادي الاهلي. ابو خالد خلني ازيدك، العام كلنا نتذكر العام، ترى نفس اللاعبين الهلال والسنه هذه نفس اللاعبين، ترى ما تغيروا ابو زياد، بس الاداره هناك وش كانت تسوي والاداره هنا وشلون احتوت. اذا شفت خلل في الفريق تبحث عن الاداره. صحيح، يعني ارجع واقول لك امثله، نفسه جوميز حق العام هو نفسه حق السنه، نفس اللاعبين، لكن الاداره ما كانت تعمل كما يجب فانحاس الفريق. اجل وش نقول حنا منهم انتم؟ بخصوص العام اللعيبه نفس السنه هذه، يعني الاداره في فيها مشكله، ما في مقارنه صراحه. لا لا انا قيسه، انا قيسه في عمل اللاعب. انا اشكر اداره الاتحاد انه ما تظهر بهذا الشكل، اشكرها، وانا مدرك من الداخل اداره الاتحاد عليها ان تصحح اخطاء في النادي ربما تكون تفوق اخطاء. طيب لكن الظهور هذا الجمهور يرفضه. طيب الجمهور يرفض، خلي ناديه، خلي ناديه ماده اعلاميه. اكيد اكيد ما يخالف، ما دام انك فتحت موضوع الاتحاد، اليوم ايضا في مسابقه دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين استطاع فريق ضمك ان يعيد الكره مره اخرى على الاتحاد ويهزمه رايح جاي في الدور الاول والدور الثاني. وضربه ركنيه كالعاده، رافائيل كوستا يلعب واحده على القائم الاول، حلوه فيها خطوره، وادي الهدف الاول لضمك، وادي الهدف الاول لضمك، لكنها المره دي الى ضربه ركنيه دلوقتي، محاولة وهذا الركنية اللي بتتلعب رافائيل كوستا، حلوة، والمرة الثانية جول. لمسة على الأرض، محاولة عند عبد الرحمن العبود، دي خطيرة للاتحاد، هي العرضية فيها خطورة، عدت، قلتلك دي خطيرة للاتحاد، قلتلك دي خطيرة للاتحاد. هاي أبو لما،
كل ما قلنا زانت الأمور جد علم جديد جدا علم جديد. نتكلم عن الاتحاد. نعم مش استهداف الاتحاد يعني لا اللي يستاهل صراحة. أنا شفنا فريق يعني شفتنا جبال عسير الشاهقة قمامها الشامخة فريق عملاق دفاع متماسك طوال القامة الحقيقة يستاهل الفوز طبعا. فاز فريق يعني فعلا فعلا جبال عسير مع التغييرات اللي سواها في الدور الثاني مع فريق سهل منبسط مفتوح لا في طرق وعرة ولا شيء مكشوف سهل سهل جدا وبالتالي فريق ضمك يستحق الفوز. دائما احنا في المباريات اما انت تركز على جانبين 50% الجانب الفني و 50% الجوانب الاخرى في مقدمتها الجانب النفسي. مشكله الاتحاد اليوم لم يسبق ان شاهدت الاتحاد في مثل هذه الفوضى الفنيه. هذا شيء باختصار عشان ما ازيد على كلام المحللين. الجانب الاخر فريق ميت ميت ما في روح ما في روح. ولهذا انا الحقيقه عشان كمان شوف يعني دائما احنا الحقيقه نهمل الفريق الفائز. فريق الفائز انا استغرب بعد ما اشوف ضمك اليوم والله اقول يعني كيف ما مضى قدما او مشي اكثر من الموقع اللي هو فيه. والكابتن بن زكري ايضا غير الفريق في الدور الثاني الان غير صراحه فريق ممتاز جدا ويستحق الفوز. انا اشوف على موضوع الامير منصور شوف ابو خالد لما قلت انه اتمنى اداره الاتحاد لا انا طبعا كلام يعني فعلا اتفق معاكم فيما يتعلق بكلام الامير منصور 100% انك انت تيجي تكشف وتطلع بكل هذا الصراحه ولكن احيانا الجمهور يبغى جزء من الصراحه. انا اديك مثال صالح الصقري استقال. طيب انا ابغى رئيس النادي يجي يوضح لي ليش ماذا يحدث في الاتحاد يا اخي انت لا احيانا الجمهور يبغى ابو خالد القياس بين الاتحاد والاهلي غير صحيح صحيح غير صحيح صحيح, صحيح. في علامات استفهام انت كاعلامي وايضا كجمهور يحتاج الى اجابات. ما انك انت تغلق تماما تقول لا والله انا اشتغل بالسر ولا اكشف لماذا استقال صالح الصقري. لا على فكره زميل عبد العزيز طلبت الاتحاد ما تكلم تكلم حق جمهور الاتحاد عبد العزيز الجماعه سال عفوا عبد العزيز الجماعه سال الاتحادي اليوم قبل المباراه عن موضوع صالح الصقري قالوا ما صدر شيء رسمي ولكنه صالح اليوم ما حضر المباراه. خلصت يا ابو لما خلاص. طيب على الهاشتاج عبد العزيز يقول اسال ابو لما عن سبب تدهور الاتحاد. هل الرئيس ام الرئيس التنفيذي ام المشرف ام نائب الرئيس؟ تو الشباب بيقولوا لا ما بالشباب انت. طيب ابحث عن القياده المسؤول الاول الرئيس لما يكون عندك مدرب تعبان اكيد مسؤول الرئيس. في لاعبين عندهم مشاكل الرئيس اولا واخيرا. طيب. اول اداره عشان اكون يعني اكثر دقه الاداره ماشي. المشكله الاولى في الاداره. طيب ظل الخيال بس علق عليها بسرعه عشان تتخلي في الاتحاد. يقول اعتقد ان حسين الشريف يريد قلب الحقائق لان الامير قال بوضوح تكلمنا بالغرف المغلقه وما وصلنا الى حل وغياب وسفر اللاعبين دون علمي. لو صار هذا النادي الموضوع في انديتكم كان سكتوا. اقول الله ينادي له مؤمنه. طيب روح على الاتحاد. الاتحاد وضمك حقيقه اول شيء نبارك بضمك يستاهلون صراحه الفوز. واتصور ان ضمك في الثلاثه اربع مباريات الاخيره قدم يعني مباريات جيده الى جيده جدا وكان اعتقد مباراه النصر كان الى اخر الدقائق كان يعني يبحث عن تحقيق ثلاث نقاط. ضمك يكرر الفوز مره ثانيه على الاتحاد يعني وهذا الامر قد يكون مزعج للاتحادين على اعتبار الاتحادين بعد مباراه التعاون يتامل ان تكون مباراه اليوم هي دفعه للامام بالنسبه في الدوري وايضا تحضير جيد لمباراه دور الثمانية في البطولة العربية. ما حدث اليوم وما شاهدناه اليوم زي ما قال أبو لما فوضى فنية للفريق الاتحادي. فريق إلى جانب أنه هناك أخطاء من المدرب أيضا أخطاء من اللاعبين أيضا أخطاء من التوتر اللي كان فيه. أنا شفت عبد الله مؤمن عبد الله المالكي خرج في شد ورد مع اللعيب احتياط نادي ضمك. شايف البنج الاتحادي اليوم بشكل عطني ما دام تكلمت عن لقطه عبد الله المالكي اعطونا اللقطه اليوم اللي حدثت ما بين عبد الله المالكي واحتياط الضمك عبد الله واصل ابو خالد ما دام اضطريتها يعني طبعا انا طبعا قد يكون زي ما قال ابو محمد قال الا الام لكن شوف 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 هذه اللقطه معك واصل ابو خالد واصل انا اتكلم بانك انت كلاعب في الملعب متوقع ان تتعرض مثل هذا الكلام كل أيوة. النجوم يعني ماجد عبد الله تعرض له محمد نور تعرض له
النعيمة، الثنيان، سامي، نجوم كثير تعرضوا مثل هذا المواقف. أنت ينبغى عليك أن تركز، صحيح زي ما قال أبو محمد كلمة نرفضها جميعا، لكن المأمول أنك أنت في دور في الملعب أكبر أنك تركز فيه. يا أبو خالد، هذا الجانب. يا أبو خالد قاعدين أنتوا هنا بالبراد ما شاء الله دقيقة ومبسوطين صحيح. وشاي وقهوة، إذا المذيع ما أعطاك فرصة تتكلم زعلت. انضغط. تزعل لما تزعل. أزعل وأعتذر. طيب ما تبي هذا اللاعب اللي قاعد يركض 90 دقيقة وتعبان. أزعل وأعتذر. أزعل وأعتذر. أسمع يعني المذيع إذا ما أعطاك فرصة تتكلم زعلت منه. وأنت قاعد في هذه الأجواء الجميلة. احترام الرأيك، مع احترام الرأيك أبو زياد. ايه؟ عملية شوف إنك. لا ما نلتمس العذر. تعمل كنترول لنفسك سواء كنت لاعب كرة قدم أو في أي مكان. زيدان بعضهم ما سوى كنترول. ما تأصل بعض الأمور. شلون زيدان انا بس برضو شكل الاحمر يا اخي يعني بعض الامور بس ابو زياد شو النتيجه كانت خسر كاس العالم خسر كاس العالم طب خلينا نسمع عبد الله المالكي خلينا نسمع عبد الله المالكي ايش قال خلينا نسمع عبد الله المالكي ايش قال بعد المباراه يلا تفضل شكرا اول مع بدلاء نادي ضمك كابتن عاده نشوفك هادي ورايق في كثير من المباريات هادي ورايق بس لما توصل للاهل في البيت والوالده وهذا كل شيء يتغير يعني كان يعني يعني في الميدان كل شيء وانتهى كل حاجة يعني ما مين اللاعب اللي تلفظ عليك ما أدري منه صراحة ولا أعرف أصلا لكن فازوا استاهلوا 3 نقاط وانتهى كل شيء بالنسبة لك إيش الأدوار اللي كان طالبها منك المدرب ملعبني طرف يعني إني أساند على قدام يمكن ما لعبت كثير في الخانة هذه لكن حاولت أطبق اللي علي يمكن ما توفقت الجاي أفضل إن شاء الله. طيب هذا حديث الكابتن عبد الله المالكي لما قال لك الأمور لما توصل للأهل وال... أنا إيه؟ مسألة وصول الأم والوالدين إيه؟ والأولاد إيه؟ ربما يعني ألتمس العذر وإذا صح. كنت أعتذر لعبد الله المالكي في هذا الجانب لكن بشكل عام لعبة الاتحاد ما كان مركزين ما كان في روح هيبة الاتحاد الآن بدأت تذوب مع الأندية اللي تطمع تدخل مباراة تلعب مع الاتحاد ند بند ما كانت هذه يعني حقيقة الأندية النصر الهلال الأهلي لحد ما تصنع لها هيبة حتى في أسوأ ظروفها تستطيع من خلال هذه الهيبة تعود للمباراة الاتحاد افتقد هذا الشيء كثير في المباراة افتقد حتى المسألة اللاعبين جاهزية اللاعبة يعني شايفين احنا كان تابع مباراة هذا الاتحاد ما عاد في حل لا للمدرب ولا للاعبين ولا للإدارة هذا وصول الاتحاد ما في حل وصول الاتحاد لهذه المرحلة أزمة حقيقية للفريق الاتحادي على أقل تقدير يجب أن يكون هناك تحرك يعني أنا صراحة وش التحرك الله يخليك أنا أقول لك أنا كان بين اتصال مع رئيس الاتحاد السابق منصور البلاوي قلت له كنت مكان المرشد السوي قال أغير كل أجهزة المرافق المساعدة للمدرب والإدارية كلها غيرها أعمل الاتحاد ردة فعل في الوقت الحالي يغير الأجهزة الفنية المدرب الأجهزة المساعدة له. مثل سعد المدرب ربما يقصد المدرب الوطنيين الموجودين بيئة النادي بيئة أحاول أخلق للعيبة جو جديد لأن الإحباط اكتسل الفريق الإحباط غيرت إدارة النادي جابت صالح الصقري لا 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 صالح الصقري حقيقة الفترة اللي عمل فيها صالح الصقري أنا شخصيا شعرت إن فيه روح في الفريق اليوم صالح الصقري غائب وليش وصالح الصقري الواحد اللي إدارة الاتحاد زي ما ذكر أبو لما لازم تكشف الموضوع هذا صالح الصقري يعني قدم عمل وجاء فترة بسيطة ومن حق جمهور الاتحاد أن يعرف ليش مشى صالح الصقري هذا نقطة الأمر الثاني حتى على مستوى إدارة النادي إيش الدور اللي ممكن يقوم به نائب رئيس إيش الدور اللي ممكن يقوم به رئيس التنفيذ اتجاه الفريق هل هناك يعني في نوع من العشوائية تحيط بفريق كرة القدم نوع من العشوائية تحيط بفريق كرة القدم حتى المسألة العلاقات أنا أمس تكلمت يعني ولازلت مصر على رأيي إن السبب اللعيبة بعض اللعيبة الاتحاد يشتكون من أسلوب التعامل حق المدرب بعض اللعيبة حقيقة تعامل المدرب فنيا يعني لا مفردات بعض المدرب أحيانا تكون اللعيبة ما يقبلهم من الاتحاد يهبط الاتحاد إذا استمر المدرب هذا الأمر الآخر وهذا المهم جدا علاقة يعني في بعض اللعيبة يحسبون العلاقة علاقتي ببك جيدة إذا أنا ممكن أستمر في النادي علاقتي ببك ما هي جيدة أنا ممكن ما أستمر في النادي علاقتي بك بوكيل أعمال لعيبة جيدة أنا ممكن أجدد علاقتي بوكيل أعمال ما هي جيدة ممكن ما أجدد عملية التربيط في الاتحاد يعني هي مضرة بالاتحاد يعني كيف التربيط وضحها لا لا يعني شوف في كل مكان في كل أندية الآن وفي كل حتى في بيئة العمل
لما انا اشعر اني انا خارج المنظومه اللي في بيئه معينه لشخص معين، انا بالتالي لازم يخليك واضح وش التربيه. اذا في شخص معين هو اللي أيوة. في النادي طبعا ابو لما يمكن عنده تفاصيل اكثر. لا ما ابو لما، لا ابو احمد يعني خليكم صريحين. ايوه جاكم الامير منصور بالمشعل، لحظه جاكم الامير منصور بالمشعل قبل شويه كان واضح وشفاف وشجاع، رحتوا انتقدتوا. شوف لا كل شيء تغير في الاتحاد، هذا اللي قلته كل شيء تغير في الاتحاد الا بعض الاسماء تروح ترجع للاتحاد. يا اخي الاتحاد يعاني من ثلاث اربع سنوات، من ثلاث اربع سنوات الاسماء تروح ترجع في الاتحاد والوضع. حمد الصني انا فهمت مين؟ حمد الصني من كلام ابو زياد. من ثلاث اربع سنوات الاسماء تروح ترجع لنادي الاتحاد، نفس الاسماء والاتحاد من ثلاث اربع سنوات ترتيبه بالتاسع والعاشر. اسماء ولا اسم؟ اسماء واسم. هذا لغز سهل. خليك شفاف يا اخي. لا لا هم يعرفون فصل، هم يعرفون فصل، هم يعرفون لكن الجمهور ما يعرف. الان وضع والضيوف ما يعرفون. وضع الاتحاد خطر. جمهور يحتاج الشفافيه. جمهور الاتحاد يعرف يا اخي، ما جمهور الاتحاد يعرف تفاصيل نادي. يعني انتم متى ما تبون تنتقدون بالاسم تنتقدون، مثل ما بغيتوا تنتقدوا. قلت لك جاكم الامير منصور بالمشعل قبل شويه ما بقيتوا شيء عقب ما خلص، رحتوا انتقدتوا كل كلامه. تصريح الامير منصور بالمشعل ما هي شفافيه ولا هي صراحه. ليه بس الكلام اللي تقوله عن الاتحاد يا ابو خالد؟ معلش عفوا ابو زياد، الكلام اللي قلته عن الاتحاد يعلم الله، شوف انا صادق وليس الإثارة. الكلام اللي قلته الجزئية الأخيرة على الاتحاد والله فيها من الخطورة شيء مو بسيط. ويمكن نعم. أول حل يا أخي فيها من الخطورة شيء بس. إذا أنا بسأل سؤال، أنا بسأل سؤال، نقوله لأنكم غلطان. أنا بسأل سؤال، هل الأسماء الموجودة إداريا في نادي الاتحاد رئيس تنفيذي ونائب رئيس وجهاز كرة ما في غيرهم في الاتحاد؟ ما في كفاءات إدارية في الاتحاد؟ الاتحاد النادي الكبير. تفرق الكفاءة، تفرق الكفاءة عن العمل الغير جيد اللي دار امارة الرئيس. طيب انت جيت اللي تحت وخليت الرئيس. شوف طيب قد يكون مثلا زي صالح الصقري ما عنده خبرة، حتى الرئيس، لكن لا يعني هذا حتى انه حتى الرئيس بس المار حالي المار رجل حقيقة خلقه وطيب. ما عندنا شك في الجميع على فكرة. اوكي بس ترك الامور تدار بهذا الشكل، المار هو الرئيس زي ما قال ابو لما الرئيس النادي. طيب اي موضوع في اي نادي سواء ايجابي او سلبي يتحمل رئيس النادي. ترى أهل الشام إذا قالوا صحيح أهل صحيح الشام يا أبو خالد إذا قالوا فلان طيب يعني مشي عليه كل شيء. هل إنمار الحائلي شخص لا يستطيع يدير النادي؟ هل هو زي الصورة الآن وهم اللي لا ما أنا أقصد عملية التربيط اللي قلتها. أبو أحمد أنا أشوفك متنشط على الاتحاد. أي نشط لأن أحب الاتحاد يعلم الله أني صادق بالكلمة ذي. الله أعلم النيات لكن أتكلم في لا شوف أنا أبو خالد يقول تصريحك خطير آخر شيء. أنا أتكلم أسماء في نادي مثل نشاطكم على الأهلي قبل شوي ارتبطت. أنا أتكلم أسماء في الاتحاد ارتبطت بالوضع الحالي في الاتحاد. أنت تصطدم مع العكر أنت؟ يعني الاتحاد ايه؟ لا هو قال لي كلمة الشكل. أنا برد عليها بصراحة، قال لي نشطت من جال الاتحاد. أنت عارف أنا والجلسات اللي معك مو أنا أقولها لك أنا. وأنت تمون أنا بس يصطدم مع العكر. أنا يؤلمني أن الاتحاد في وضعه الحالي كذا يؤلمني. كل أي واحد محب الرياض كرة القدم. لكن أنت قلت كلمة، قال كلمة بس هل العاملين في الاتحاد داخل نادي راضين على العمل في الوضع الاتحادي؟ هل اللي يعمل في نادي الاتحاد راضي من وضع الاتحاد الآن؟ لا أنت ما قلت كذا، أنت قلت كلمة اللي صار فيها التربيط اللي قاعد يصير في الاتحاد وصحوا لي إذا كنت غلطان. إحنا لما تكلمنا عن الأهلي وتكلمنا عن أشياء ثانية حتى الهلال والنصر نتكلم عنها ما عندنا مشكلة. العام الماضي قيل في الهلال العام الماضي في رئاسة نادي الهلال يعني أضرب ما لم يقل في تاريخه. ما بس يا أبو أحمد، دقيقة ترى الموضوع ده ما هو بالخطورة اللي أنت لأنه على كلامه نشر بيانات صدرت حول هذا الموضوع من 10 سنوات الاتحاد نادي منكوب. ترى ما هو من جد والله من اللي جاب النكبة اللي يعملوا فيه منكوب إداريا، منكوب إداريا إدارة أسوأ من إدارة. أنا أيده طبعا أبو خالد في يعني في كثير من الحقائق حول الوضع الراهن فعلا صحيح، لكن هذا كلام ما هو جديد على الاتحاد من 10 سنوات نفس الشيء. تبعطونا وهذول الوكلاء اللي بياخذوا الاتحاد هالتحفظ اللي قاعد يصير. انت متابع حامد الصناعي واحد من الاسماء ما في تربيط موجود. حامد الصناعي واحد من الاسماء رجل قدم واجتهد وبذل الاتحاد واشتغل على عمله وله التقدير. ما يخالف وله التقدير، معلش له التقدير والاحترام حمد الصنيع او اي شخص يعني تم ورود اسمه في البرنامج. هذول ناس يعني على قولتهم الآن قاعدين تشتغل بالأندية وقاعدة تتعب وقاعدة تبذل مجهود. يبقى عاد عملية النجاح من عدم هذا في علم الغيب، عملهم صح ولا غلط عندهم من يقيمهم وعندهم من يحاسبهم على عملهم. زي ما أقول لكم احنا قاعدين في البرامج ننتقدهم. لا أبو زياد لا هذا كلام معلش
صحيح ناس تتعب وتشتغل في الاهلي وفي الاتحاد وفي الهلال وفي النصر، بس ما هو كل واحد يشتغل ويتعب هذا يعني. لا وفي مقابل، في مقابل طبعا، في مقابل. طيب خلينا نسمع من ابو عبد العزيز. انا بقول اول شيء طبعا نبارك الضمك فوزهم اليوم، يستاهلون، ويعني سيكون صراع في الجولات القادمه الى توقف الدوري في مارس، بيكون صراع خطير. اي فريق تقريبا تحت 22 او 23 نقطه بيكون مهدد في صراع الهبوط اذا استمر ضمك والعداله والفتح على ادائهم الفني المتطور الكبير المقرون بالنتائج. شفنا الفتح تعادل مع النصر، شفنا ضمك اليوم فاز على الاتحاد، العداله تعادل مع الاهلي، فالفرق اللي هي في قاع الترتيب قاعده تتقدم بشكل اكبر، حتى الحزم فاز على الفيحة. فانا اشوف ان الصراع بيكون شديد جدا في المنافسه على الهروب من الهبوط. بالنسبه للاتحاد، انا اشوف ان اكثر شيء ضر الاتحاد في الاربع سنوات الماضيه، يعني ممكن تستغربون مني، انه حقق كاسين اللي هي كاس الملك وكاس ولي العهد. انت لما تحقق الكاس تخفي الكثير من السلبيات. الاتحاد في اخر اربع سنوات مثل ما قال ابو لما كان ترتيبه من النصف السفلي في الدوري، من الثامن وتحت في اخر اربع سنوات، لكن يختم الموسم بكاس ولي العهد او كاس الملك او اللعب على النهائي. هذه النتيجه الايجابيه في مسابقه الكاس تنعكس على إدارة النادي أن الفريق قادر على المنافسة في الدوري، وهذا غير صحيح. أن برنامجهم نجح يعني، ها؟ أنه منهجهم نجح. إيه، فهذه تغطي على العيوب الموجودة في الفريق فنيا وإداريا وتدريبيا وكل شيء وماليا. صحيح أن الاتحاد مر بأزمة رؤساء كل ستة شهور، مر بأزمة ديون، مر بأزمة عقود، عقوبات، سحب نقاط وما إلى ذلك، لكن مشكلة الاتحاد الرئيسية أنه كان فريق فنيا ما عنده هوية، يعني ما هو الفريق اللي حتى الأندية اللي ما نبلغ نقول اللي أقل من ما هي المنافسة بدأت تتجرأ على الاتحاد وتفوز على الاتحاد. هذا اللي أقصد بفقدان الهيبة. إيه، وهذا فقدان الهيبة. هذا اللي بقوله، أن الاتحاد أضره أنه كان في بطولات الكأس يحقق نتائج إيجابية، إدارة الفريق ومسيرين الفريق يحسون أن الفريق قادر أنه يؤدي، وهو الفريق لا، عنده عليه كثير من الضغوط، إضافة إلى اللعب بتحفظ. يعني المفروض أي فريق، إحنا نشوف أي فريق صار عنده، ويمكن أخوي سالم مر في هذا الشيء في النصر، وإحنا مرينا فيه في الشباب وفي الهلال وفي الاتحاد وفي الأهلي، أي فريق يمر بنكسة فنية كبيرة لازم يعود من خلال التحفظ، من خلال اللا خسارة، أنك تدافع ما تخسر، ما تفوز بس ما تخسر. طيب كل ما معلش بس أساس يلا كل ما قلت عدد الخسارات عندك كل ما صارت روح الفريق أفضل وثقته في نفسه أفضل، صح، وقدر أنه يرجع بسرعة. أبو أحمد أبو لما قفل موضوع الاتحاد لو سمحت. الاتحاد يعني يحتاج صراحة إلى شوف المدرب غير مقنع. أنا بالنسبة لي يعني لو يجيب لي أي مدرب وطني الآن، محفوظ حافظ، العويضي، عبد الله غراب، أي واحد من الموجودين، أنا أشوف أحسن المدرب الحالي. يا أخي مدرب الحقيقة باين أنه ما عنده شيء يمكن أن يفيد الفريق، لأنه خلاص خسارتين ثلاثة خسائر بعد كده أنت خلاص. أبو لما ما له ست مباريات أو سبع مباريات. نعم، ما له ست مباريات أو سبع مباريات. يا ستة تحكم عليه، إحنا خمس مباريات خلاص تحكم عليه. مدرب ما اللاعبين ما يبغوه. غريبه يا اللعيبه. اللعيبه يا ابو على فكره، على فكره اللاعب كامل يعني يا اخي. اللاعبين شوف، لاعب رايح لاعب جاي صراحه. بالضبط. ولا وش يقدر يسوي؟ اهم شيء راس مالك انت اللاعب، صح؟ اذا كانوا اللاعبين غير متقبلين والله ما حيعطوك. معناته مو من المدرب. انت اليوم اطلبت مال الفوضى الفنيه. طيب لكن شوف ما في معنويات. وعنده اولمبيك اس في يوم السبت الجاي، مباراه مهمه جدا. الان جاسم الهويدي، الكابتن جاسم الهويدي يسلم عليك ويقول لك هل وجب على الاتحاد ان يعتمد على ابنائه من مدربين وطنيين حتى يكونون اكثر يعني قرب من الفريق؟ تحياتي للدكتور جاسم، وافتقدناه الحقيقه في البرنامج. نعم، الان
انا اشوف اجيب واحد اجيب محفوظ حافظي انا عندي احسن مدرب. جاب العبدلي وجاب صريح ولا مشوا ولا جابوا مؤقت، انا ابغى مدرب يستمر. حتى الشهري جاء كل ما تمسكوا مباراه مباراتين يعني تقول له انت مدرب مؤقت. ابو لما يعني علاج الاتحاد الحين بالمدرب بس الان المدرب والاداره الاداره جالسه يعني الاداره والمدرب يعني شوف الاداره انا اقول لك الاداره الرئيس هو اللي يصنع القرار. عندي اسيا بكره مباراتين نائب رئيس هذه كلها بيد بيد رئيس النادي ماشي. عندي بكره اسيا فيصل خذ راحتك. لا اذا كلمه 10 ثواني ما يخالف كلمه واحده جمله واحده مو بكلمه عشان تكون صادق. يلا انا اقول واحد من اسباب اللي صاير في الاتحاد انمار الحالي ما في شك انه لم يدير الاتحاد كما يجب بدايه من صارت جمله بدايه من اول الموسم لما ودى اللاعبين وداهم يلعبون برا يدفع رواتبهم. هذه كيف تقنعني فيها؟ انا اقول لو اني انا مضطر اني اشيل هاللاعبين لو اخليهم بالبيت دافع مو اخليهم يروحون يدفعون برا ادفع رواتبهم يلعبون برا. هذا خطا اداري لا يغتفر. طيب غدا ان شاء الله تعالى ايضا تنطلق اولى مواجهات الفرق السعوديه النصر والتعاون في مواجهاتهم الاولى. سنذهب اولا الى النصر الذي سيواجه السد القطري في العاصمه الرياض. دعونا نتعرف على جزء من هذه التفاصيل في التقرير. ضمن مباريات دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا يستضيف النصر فريق السد افتتاحية مشاركتهم على اللقب القاري. النصر يدخل اللقاء الأول بهدف طمأنة جماهيره على وضع الفريق فيما تتخوف الجماهير من تكرار سيناريو الموسم الماضي في دوري المجموعات. من جانبه وصلت بعثة السد إلى الرياض مساء اليوم بغياب الثلاثي سالم الهاجري وعبد الكريم حسن والمكسيكي ماركو فابيان. فهل تنعكس نتائج الدوري على المشاركة الآسيوية أم أن النصر سيسعد جماهيره بالنقاط الثلاث؟ طيب أبرز ما ذكر المدير الفني لنادي النصر روي فيتوريا عن هذه المواجهة الصعبة والمهمة أيضا. قال في مباراة الغد أمام خصم جيد لعبنا أمامه فزنا وخسرنا لكننا من الماضي. وقال أيضا الموسم الماضي لم أصرح أبدا بأن البطولة الآسيوية ليست هدفا لنا. وقال الشيء الوحيد المقلق لي هو عدم الجاهزية الكاملة للاعبين لهذه المباراة. لم نحقق مستوى جيد في آخر مباراتين ونكون واضحين الكرة عاندتنا. وقال أخيرا طبعا حين وضعنا أسماء اللاعبين نعلم بأننا وضعنا لاعبين جاهزين يعرفون ما يعملون. هاي أبو عبد الله تصريح منطقي والله. هذه أيضا جزء من الشفافية والوضوح. أشوف نص منطقي ونص مو منطقي صراحة. بالنسبة لل أول شيء نتكلم على الموضوع المستويات. النصر له 7 مباريات أصلاً مستوياته مو بذيك الدرجة. لكن المدرب حددها في آخر مباراتين في الدوري تقريباً يعني. لا فتح وضمك. لا حنا نقول بعد مباراة التعاون كأس السوبر. أوكي. إيه يعني حتى النتائج إذا فاز 1-0 2-1 يعني مين مقنع. وحتى كفنياً مو مقنع الفريق كفنياً. يعني يصر على لعيبة مستوياتهم نازلة مرة مثل جوليان يعني مستواهم من 5 و6 مباريات مرة سيء. حيكون موجود بكرة طبعا الأجانب كلهم أغلبهم سيئين بس جوليان هو اللي فارق عنهم بالسوء. إيه يحتاج النصر هزة طبعا يحتاج هزة. السد فريق عنيد وصعب وإن شاء الله بإذن الله بكرة تكون نتيجة إيجابية للنصر علشان يبدأ مشوار يعود لأن يعود إن شاء الله بإذن الله لمستوياته. ولاحظ ترى الأصعب مجموعة النصر. أي معلش سؤال أحتاج منك أيضا وضوح له. ليش النصر تواضعت نتائجه في المباراة الأخيرة؟ هذا السؤال مثل الاتحاديين احنا نسأل نقول ليش اللعيبة الاتحاد ظروفه معروفة نفس اللعيبة نفس اللعيبة العام اللي حققوا الدوري الاستثنائي السنة هذه يختلفون اختلاف كلي عن العام ما أدري وش السبب.
الله يوفقهم إن شاء الله تعالى بكرة. أيضا في ممثلنا الآخر التعاون اللي راح يلعب أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام الشرق الإماراتي أيضا في هذا التقرير. في ثاني مشاركاته الآسيوية يستعد فريق التعاون لبدء مشواره في دوري أبطال آسيا 2020، حيث يحل ضيفا على فريق الشارقة الإماراتي غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دوري المجموعات للمجموعة الثالثة على ملعب نادي الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. وقد جاءت مشاركة التعاون في هذه النسخة بصفته حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، وتضم المجموعة الثالثة التي يشارك فيها التعاون في دوري المجموعات كل من الشارقة الإماراتي والدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني. ويفتقد الفريق في مواجهة الغد إلى خدمات 10 لاعبين، 6 منهم يغيبون بسبب الإصابات المتفاوتة، وأبرزهم المهاجم الكاميروني ليندر توامبا. كذلك يغيب حارس الفريق حسين شيعان بسبب الإيقاف، بينما تعذر ضم الثلاثي الجديد دعار العتيبي وسمحان النابت ومالك العبد المنعم بسبب رفض الاتحاد الآسيوي قيدهم في القائمة الآسيوية، وذلك لانضمامهم بعد رفع القائمة الأولية والتي يسمح بها الاتحاد الآسيوي بإضافة واستبدال 5 لاعبين فقط. صاحب الأرض فريق الشارقة الإماراتي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي برصيد 28 نقطة، وفي آخر 5 جولات حقق فوز وحيد و3 خسائر، وحضرت نتيجة التعادل مرة واحدة. الذئاب يدخلون مواجهة الغد على أمل الوصول بعيدا في هذه النسخة، مستندا على خبرته من المشاركة السابقة. طيب، المدير الفني لنادي التعاون أيضا قال في المؤتمر الصحفي التالي، قال: أولا أشكر نادي الشارقة على الاستقبال الرائع الذي وجدناه منذ وصولنا. عملنا لهذه المباراة بحرص وحماس كبير من خلال الفترة الماضية، ولدينا إصابات وغيابات، لكن اللاعبين الذين سيشاركون غدا لديهم القدرة والكفاءة. شاهدت مباريات عديدة للشارقة الذي يضم لاعبين على مستوى عالي، جودة اللاعب الأجنبي والمحلي في الفريق وراء عدم التعاقد مع محترف آسيوي. بكرة إن شاء الله تعالى التعاون الساعة 5:55 في التوقيت المحلي للسعودية إن شاء الله، والنصر والسد القطري الساعة 6:15 أيضا بتوقيت المملكة إن شاء الله تعالى، مباراة في الإمارات ومباراة أيضا هنا. يلا يا فيصل، عطني توقعاتك. أول شيء النصر والسد. أمنيات وتوقعات إنه الاثنين راح. لا خلي التوقعات كلها إن شاء الله تعالى. حتى توقع إنه التعاون أفضل من الشارقة إن شاء الله. صحيح إنه في ملاحظة عليهم بعدم يعني. الشارقة بطل الدوري العام. حتى ولو التعاون العام كان مقدم يعني، إذا نتكلم عن العام التعاون مقدم موسم تاريخي العام. طيب توقعك اثنينهم؟ يا رب الاثنين، التعاون فوز والنصر إن شاء الله. يلا سالم. التعاون والنصر. التعاون والنصر. والنصر. النصر وخالد. النصر فوز والتعاون تعادل. النصر فوز والتعاون تعادل. عبد العزيز. شوف أنت لما يصير مثل هذه المباريات ما تتوقع، تتمنى، لأنك أكيد أنك تتمنى فوز الفرق السعودية. صحيح. التوقع فيها صعب. وإن شاء الله أنهم يكونون أهل ويشرفون يعني الكرة السعودية ويفوزون، لأن فوزهم برضو نعم في التصنيف الآسيوي جيد في النقاط. أنا بتكلم عن النصر أنه من بكرة بيمر بأصعب أسبوع له في تاريخ في هالموسم. صحيح. بيلعب بكرة مع السد، والجمعة مع الشباب، والثلاثاء الجاي مع العين في الإمارات. طيب أبو أحمد. والله أشوف توقعت. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ممثلينا هذا اللي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب. أبو أولمة. طبعا مجموعة التعاون أصعب مجموعة، لأنه عنده الدحيل بطل. صح. هذا وعنده بيرسبوليس الإيراني متصدرين كلهم. ايه؟ فمجموعة صعبة، والشارقة المركز الرابع الآن. نعم. لكن أنا أتوقع فوز النصر وتعادل التعاون. طيب على أي حال دكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر، أي أبو أحمد أنت أبو خالد قلت توقعك صح؟ أي. صح ورطتني يا معاد. معاد ورطني، تعرف معاد صار له 20 يوم يشتغل بدون اوف وتعبان مسكين مره رئيس التحرير اليوم يقول صار لي 20 يوم ما اخذت اوف. ما يخالف، لسه باقي لك 20 يوم ثاني يا معاد. طيب رئيس النادي النصر الدكتور صفوان السويكت غرد في تويتر وقال: جمهورنا الوفي، روح العالمي لا تكتمل الا بكم،
ولذا في مستهل مشوارنا الآسيوي نهديكم 15,000 تذكرة راح تتوزع في المتجر الرسمي لنادي النصر وعند ملعب المباراة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض. الله يوفق إن شاء الله ممثلين بكرة. شكرا لكم يعطيكم العافية. ما قصرتوا. تحية وتقدير واعتزاز أيضا الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في نادي الأهلي اللي تحدث معنا اليوم بشكل واضح وشفاف وصريح. بكرة إذا الله جعلنا وياكم من الأحياء إن شاء الله الساعة 11.